الجدال يلم شمل العائلة ويجمع بين القلوب المتباعدة للبحث عن صديق قديم، عزيز غائب، قريب مهاجر. ما عليكم سوى أن ترفعوا سماعة الهاتف وتطلبون على الأرقام الظاهرة في أسفل الشاشة، ونذكركم بأن الاتصال بنصف القيمة. نعم، بنصف القيمة فقط. يبدو في معنى اتصال. ألو، مرحبا. أهلا وسهلا، مين معي؟ فاتح مناخلي من كندا، بدي أحكي مع خالي ناصح المناديلي بأستراليا. تكرم عينك، قديش الرقم؟ 4-4-4-6-3-5-2. لحظة معي ليوصلوا لنا الخط. ألو ألو ألو، ناصح المناديلي، هون المحطة الفضائية. أهلين وسهلين، معك برنامج حبل الوداد، احكي مع ابن اختك باستراليا. الو خالو، مرحبا. اهلين خالي، شلونك؟ الحمد لله خالو، طمني، وصلك المكتوبة؟ جوزتوا اختك رشا؟ ايه، امبارح كان عرسها. مين العريس؟ كامل ابو مخدة. كامل ابو مخدة؟ الله لا يعطيكم العافية يا بشم. ولك هذا كان ولك هذا كان مسجون بتهمة اختلاس؟ وبلاش خرجته؟ هلأ إذا واحد بده يحكي مع خاله، نحنا شو دخلنا؟ ضروري يسمعوه 50 مليون مشاهد؟ لا، انت قول ضروري ينشروا غسيلهم الوسخ قدام الناس. لك مو حلوة شرشحة إلا على الفضائيات والأقمار الصناعية. لك نحنا يا أم فؤاد لحد هلأ ما بنعرف نستفيد من العلم ولا بنعرف نستخدم التكنولوجيا مثل باقي الخلق والعالم. بس كمان في فضائيات أجنبية بتقرف. ما بقلك لا يا روحي، لا يخلو الأمر، بس كمان بتقلبي على بعض الفضائيات الأجنبية بتلاقي برامج عن الفضاء، المخترعات، الطبيعة، أعماق البحار، برامج ثقافية تقيلة، أفلام مهمة، أخبار بتاخد العقل. أما فضائياتنا فما بتلاقي فيها غير المسابقات الولادية والأغاني والمطربين يلي صار عددهم مثل عدد المجرات بالسماء وربي يعلم، والأفلام القديمة. بالفعل في أفلام أبيض وأسود حفظناها بصم. ولك نحن إعلامنا مو خرج يطلع لا على الهواء ولا على الفضاء ولا على شيء، حاجته الأرض وزيادة عليه كمان. لا ومنقلد الفضائيات الأجنبية هيك على عماها، شي بناسبنا شي ما بناسبنا ما بتفرق، مو فارقة ستي، مناخد من عندهم القشور ومنترك اللب. لازم كل المحطات بابا. شو منذ زمن بعيد هاي برنامج ثقافي دسام؟ شوف ضاقت عن استيعاب الأمور الحياتية ويجب تطويرها، ولكن طبعا ضمن تفعيلة وضمن وزن. يعني باختصار ما في شيء اسمه قصيدة نثر، في شيء اسمه شعر وفي شيء اسمه نثر. يعني مثلا نزار قباني، بدر شاكر السياب، عبد المعطي حجازي، هدول ناس. عفوا يبدو في اتصال. ألو نعم، مرحبا. أهلا يا هلا، ممكن اشترك بمسابقة كنز العلبة؟ ايه تفضل. يا ترى الكنز اللي بالعلبة بتستعمله ست البيت؟ ايه بتستعمله. بالمطبخ؟ ممكن يكون بالمطبخ. له علاقة بالأكل يعني بيتاكل؟ آسفة كتير، جواب لا. تفضل أستاذ. شكرا. مثلا نزار أباني لما بيقول فرشت فوق ثراك الطاهر الهدبة فيا دمشق لماذا نبدأ العتبة، هذا طبعا شعر عمودي، قافية تأتي منتظمة متوازنة متوافدة. بس هو كمان بيقول بقصيدة خبز وحشيش. عفوا يبدو في اتصال. ألو نعم، ممكن اشترك بالمسابقة؟ ايه تفضل، بحق لك 3 أسئلة. الكنز اللي بالعلبة ممكن تصنع محليا؟ طبعا، وصناعته متطورة جدا. يا ترى له علاقة بالغسيل؟ له علاقة بالغسيل. له علاقة بالحبال؟ نعم له علاقة بالحبال. ملعقة غسيل؟ رح نشوف. ممكن أستاذ نفتح الصندوق سوا لنشوف كنز اليوم؟ طيب. إذن كنز اليوم ملعقة غسيل، مبروك إلك. لك العمى على القصة، الزلمة عم يحكي عن بحور شعر وعن نزار قباني بيحطوا معه مسابقة عن ملقط غسيل، شلون جمعت معهم هاي؟ بابا قلبنا على الاس او اس، في برنامج حلو كتير. حاضر يا ستي، وهي الاو اس اس معكم برنامج اذا علق الخط بتربح، والسؤال
ليش الإنسان لما بينعس بيروح على التخت؟ أيوة يبدو في اتصال. أيوة ممكن شارك؟ تفضل، منين عم تحكينا؟ من ساحل العاج، جميل البشير. أهلا وسهلا، تفضل. من شاني نوم. آسفة كتير، يبدو في اتصال تاني. ألو نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ليش الإنسان لما بينعس بيروح على التخت؟ أبو المعاطي أبو المكارم من سويسرا، ممكن شارك؟ علشان ينام ويصحى بدري. آسفة كتير. أيوة يبدو في اتصال. اتصال آخر. ألو الاسم الكريم؟ محمدي هويها من سوريا. الإنسان لما ينعس بيروح على التخت، لأنه التخت مو ممكن يجي لعنده أبدا. صح، $500 من نصيبك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يعني ما لقوا أنظم من هيك أسئلة؟ هات التليفون من عندك بابا، هات التليفون. بدك تدق لهم؟ يعني معقولة أقل العقل يدق لهم؟ بدي دق لأخي نادر على دبي. بابا ليش ما بتطلبوا عن طريق برنامج حبل الوداد؟ ما بدي حبل الوداد ولا حبل المشنقة. ألو؟ أيوة مين معي؟ نعم؟ العمى علق على التلفزيون. شو محولين الخطوط كلها على التلفزيون؟ يا أنا أخذ عقلي الرقم وحفظته من على الشاشة. احكي بابا احكي هلأ. ألو؟ برنامج إذا علق خط بتربح، مين معي؟ أنا أبو فؤاد من الشام. افتح فؤاد، افتح خلينا نشوف المذيعة. السؤال هو ما اسم الأغنية التي فاز بها المطرب المشهور هزيع المسمار بمهرجان أغاني الفضاء؟ منو ها؟ خدي بابا خدي. هزيع المسمار مطرب معروف كتير، شو اسم الأغنية؟ اسم الأغنية ما بحبك يا نور العين لو بتطقي شقفتين. صح، أغنية ما بحبك يا نور العين لو بتطقي شقفتين، وإقامة لأربع أشخاص لمدة يومين بفندق الكوروثون، وألف مبروك. ربحنا ربحنا ربحنا. يا نور العين لو بتطقي شقفتين، ما بحبك يا نور العين لو بتطقي شقفتين. انت هون ابو فؤاد، مرحبا. مرحبا يا اخ سلام، مبروك الجائزه ان شاء الله. مبروك، الف مبروك. الله يبارك فيك يا ابو حسان. نحن كثير فرحنا لكم، انا واختك ام حسان فرحنا كثير بهي الجائزه اللي اخذتها. شكرا ابو حسان، تستاهل كل خير انت. شكرا شكرا. شلون علق معك الخط قوام؟ تعذبت يمكن لحتى علق الخط؟ ما شلون علق؟ شو بيعرفني؟ اصلا انا ما كنت عم دقر محطه، شلون زبطت معي ما بعرف. لك يا عمي ضربت لمعلم بألف ولو شلفها شلف. لك لا معلم ولا بطيخ بسمير، عم اقول لك انا ما كنت عم دق للمحطة، عم دق لاخي بدبي. شو الحكي يا عمي؟ الله لا يحرم الحظ لحدا، فعلا يلي ما له حظ لا يتعب ولا يشقى. مو حسد او ضيقه عين لا سمح الله، ابدا ابدا. بس بتصدق انه نحن كل يوم نقعد على التلفزيون ساعتين ثلاثه وانه يعلق معنا هذا الخط؟ ابدا. يجيب شي محطه فضائيه لا تتعب عبث سيدي، الا ما يعلق شي مره وتربحوا الجائزه ولا يهمك. هو متى ما علق بنربح، بنربح دغري. ليش؟ منه الاسئله سهله وما بدها كلها الشطاره، ومنه معلوماتي انا العامه كثير واسعه الحمد لله كثير. ايه الله يربحك وينولك يلي ببالك. امين يا رب يا رب. قال بابا ما بده يروح معنا. شو هالحكي؟ بعدي لشوف. شو هاد؟ أصلاً الروحة بلاك ما لها طعمة، بقى شو قلت؟ ماشي الحال، ما بدي أقطع بنصيبكم. شو رأيكم يوم التنين؟ لا لا، الأولاد عنده مدارس، خليها خميس وجمعة. إيه بس أنا الخميس مو فاضية. ليش شو عندك؟ عندي درس بيانو. طيب خليها جمعة وسبت. السبت والأحد عندي دوام بالوظيفة. خلاص دبر حالك بإجازة هاليومين. ما اختلفنا على الإجازة، بدبر حالي، بس المشكلة عندي جرد بالمستودع. إيه بلا جردك هلأ، بجردوا بغيابك. هيك قلتك؟ شو هي؟ طلب إجازة يومين. بس بهالوقت صعب وافقلك على إجازة، شو نسيان عنا جرد؟ لا مو نسيان طبعاً، بس عم أقول لحالي الله يبارك بالشباب، يعني بيقدروا يجردوا لحالهم، شو ناقصهم؟ ما اختلفنا يا أبو فؤاد، بس وجودك ضروري معنا كتير، وبعبارة أخرى نحن ما منستغني عنك أبداً إلا إذا عندك أسباب قاهرة.
الحقيقة يا أستاذ عندي أسباب قاهرة، يعني لو ما كان عندي أسباب قاهرة كنت قدمت إجازة بهالوقت العصيب هاد وتركت الشباب يجردوا لحالهم وأنا روح إجازة إيش وما عندي إحساس يعني. شغلت لي بالي يا فؤاد، خير شو قصتك؟ عندي مشكلة عويصة ولازم أختلي مع عائلتي يومين حتى حلها. إيه الله ييسر لك، بهيك حالة ما بقدر لك لا. تفضل. مرحبا يا أنسة. أهلا وسهلا. شلون صحة؟ الحمد لله يا أهلي. يا ترى بيلتقى عندكم أجنحة فاضية؟ تكرم عينك. لمين؟ إلي ولعائلتي. وكم يوم بدكم تضلوا عنا؟ يومين. يومين بس؟ أنا متأكدة إنه رح تعجبكم الإقامة عنا وتمددوا أسبوع زمان. لا شو نمدد؟ ما بنحسن نمدد ولا ساعة واحدة. وليش بقى؟ نحن عنا بطاقة دعوة ليومين بس. دعوة؟ أنا اللي ربحت الجائزة ببرنامج إذا علي الخط بتربح. أهلا وسهلا فيك، ممكن نشوف البطاقة؟ إيه على عيني وراسي. بس يا ريت تستعجلينا شوي بحجز غرفة لأنه تعبانين وهلكانين بدنا نرتاح يعني. تكرم عينك، بس بالأول يا ريت تراجع العلاقات العامة، الغرفة اللي هنيك على الشمال. إيه ما في معنى. عفوا. تفضل. يا الله شو حلو هالاوتيل. حلو بس ايه انا بحياتي ما كنت متخيله اني انزل بهيك اوتيل الا وقت اتجوز. وان شاء الله مفكره انه اللي رح يتجوزك رح ينزلك باوتيل مثل ها. وليش بقى؟ شو ناقصني يعني؟ ابدا مو ناقصك شيء، منشان هيك ما رح يتجوزك الا واحد قام قلبه طفران. خلص بقى انت وياها، مو وقت النقر هلا. عيب. انا اللي حزرت غنية بدي افسخك شقفتين على محطة الاس او اس. شو هاد؟ قصدي انا الفائز مع عائلتي ببرنامج اذا علي الخط بتربح. يا ميت اهلا وسهلا. امور شو المطلوب؟ لما اجيت بدي احجز انا والعيلة، قالت لنا الانسة اللي بالريسبشن انه لازم نراجعكم. ايه صح، وقالت لك انه في عنا غرف فاضي؟ ايه قال في. الو مرحبا انسة مينا، مشان الاخ اللي ربح جائزة بالتلفزيون، يا ترى شو في عندنا غرف فاضي؟ ايوه ايوه. لا لا انتظري لاتصل فيكي. ايه استاذ، انتوا ايمتى ناويين تنزلوا عنا؟ هلا. يعني ما في مجال تأجلوها لبعد 20 يوم؟ ليش بقى؟ الحقيقة نحن جايين وفود أجنبية كثيرة، ويمكن إنه ما يضل غرف فاضي. والله صعب نأجل، خصوصي إني آخذ إجازة بعد ما ربحوني 100 جميلة لأنه عنا جرد. ليش وين موظف حضرتك؟ بمديرية الحركة العامة. طيب إذا بتريد نحن ممكن نحكي مع المدير تبعك ونطلب لك إجازة جديدة بعد 20 يوم. لا
متشكر كثير. إذا ما في إمكانية ننزل هلا بلاها. لا ولو شو بلاها، الأوتيل على حسابكم، بس يا ريت تراجع السيد المدير كمان. هو صحيح أنكم اجيتونا بوقت محرج شوي بسبب بدء الموسم السياحي، لكن لا يهمك رح ندبركم. ألو يا لينا. أيوة أستاذ، في عنا أجنحة فاضية وفي عنا سويتات وعنا غرف مزدوجة. شلون؟ غرفة بسرير واحد؟ بس مو حلو أستاذ تنزلهم بهيك غرفة. طيب طيب خلص أوكي أوكي طيب. أهلا وسهلا فيكم أستاذ، حجزنا لكم غرفة واسعة وفيها حمام وما شابه ذلك. شرف على الريسبشن لحتى يسلموك الغرفة. شكرا أستاذ، شكرا. هاي هي الغرفة؟ يعني ما لقونا أوسع من هيك أوضة؟ شو نحن بدنا ننام على الأرض؟ معلش يا بابا، نحن إجينا بنص الموسم وما في محلات زيادة عنده. إيه بس الموظفة قالت لنا أول ما إجينا إنه في أجنحة فاضية. إيه الأجنحة الفاضية للزباين الدفيعة مو للبلاش. بس بابا شو بدنا بالحكي فاضي هلا؟ يلا حبيباتي، حضروا حالكم مشان ننزل نتغدى. جانا بابا، ليش تأخروا؟ معلش يا حبيبتي، بيكونوا معجوقين شوي. لو معجوقين بيكونوا على الكل، ليك الطاولة اللي قدامنا اجوا بعدنا وفرجت قبلنا. معلش يا بابا، معلش. يا أخ. أمر أستاذ. شو صار بالغداء؟ خمس دقايق بس. إيه صار لنا ساعة منقوعين على الطاولة وأنت عم تقول خمس دقايق. عدم المؤاخذة، صار شوية لخبطة. طيب مطولين المهم، عصافير بطننا زقزقة. وصل الطلب. الحمد لله على السلامة. رح تاكلوا بابا، رح تاكلوا. شو شيش طاووق؟ بس نحن ما طلبنا شيش طاووق، طلبنا كوردون بلو. يبدو انه بالمطبخ ما في كوردون بلو. جبنا لكم شيش طاووق. انتوا الكوردون بلو مو بلحم الدجاج طلبتوها؟ بلا. والشيش بلحم الدجاج، ما فرقت ابدا. لا حبيبي بتفرق. بعدين من خمس دقائق نزل كوردون بلو على هديك الطاولة. وافترض انكم رح تغيروا الطلب، المفروض تسألنا يا اخي، مو تتصرف على كيفك يا حبيبي. معلش استاذ، مشوها هالمرة. شلون بدنا نمشيها؟ بركي نحن جميعا ما منحب هالأكلة. معقول استاذ؟ في حدا ما بيحب شيش طاووق؟ اي نعم، نحن. جيب لنا بداله شرحات، ولا كمان ما في عندكم شرحات؟ لا عفوا، عنا شرحات، بس بدكم تنتظروا نص ساعة بس. شو نص ساعة؟ أنا جوعانة وبدي آكل. ماشي الحال. من ايمتى قالين هالبطاطا؟ من امبارح؟ اعوذ بالله، تازة. لكن ليشك مقرمدة ولونها كاحت؟ عفوا، نوعية البطاطا اللي بالسوق هيك. ها؟ ايوه. شو عم تعملين انت روحي؟ لك قاسية، ما عم تتقطع معي بالسكين. ولا انا عم تتقطع معي. فعلا قاسية. مثل المطاط. مثل لحم القطاط. لا يا استاذ، مو حلوة تحكي هالحكي. هي من أجود أنواع الدجاج. لكن ليشك قاسية؟ ولو، لأنه مو مستوية كتير. وليش مو مستوية؟ فضي الغاز بالمطبخ؟ ولو يا أستاذ، هي مطبوخة على الطريقة اليونانية، ما بيخلوها تستوي كتير، بيشمموها ريحة النار تشميم. يعني ما في عندكم شيش طاووق مشوي على الطريقة العربية؟ مع الأسف ما في. بتأمروا شي غيره؟ لا، سلامتك، الله معك. معلش يا بابا، كلوا مقبلات ونواشف وأمرنا لله. وين المي؟ ما جابوا. كمان؟ شو ليش مشعلين التلفزيون؟ معطل، ما كان يشتغل. شو الحكي؟ أوتيل مثل هاد وتلفزيون معطل، اتصلوا بالاستعلامات. اتصلنا وقالوا بكرة بيصلحوه.
شو يعني؟ رح نقضي سهرة بلا تلفزيون؟ يا حبيبي هيك الله كاتب لنا. والعمل هلا؟ وين بدنا نسهر؟ يعني لو الأوضة على برندا كنا شمينا شوية هواء. يا حبيب قلبي طافين مكيف كمان؟ مو شغال، معطل. إيه لا، لا منوب لا. ألو؟ ألو مرحبا. أخي المكيف عنا بالغرفة مو شغال. شو؟ ما في ورشة صيانة؟ إيه سيدي وإمتى بتجي الورشة؟ بعد بكرة؟ شو الحكي؟ يعني بدنا نستنى يومين؟ لا حبيبي لا، ما حذرت، يمكن من بكرة نمشي، الله معك. شو؟ قلت للزلمة نمشي من بكرة؟ إيه نعم، جهزوا حالكم حتى نمشي بكرة الصبح. ليش دعوتنا مو يومين؟ امبارح يومين، بس أنا ما عاد بدي أقعد بهالأوتيل ولا دقيقة وحدة. حاسس حالي كأني ضيف غير مرغوب فيه. أو كأني قاعد على قلبهم، لك لما قلت لكم ما بدنا هالسرعة بلالكم ياها هشتوا علي مثل الدبابير. معك حق، عم يعاملونا وكأننا زبونات درجة ثانية أو ثالثة. يعني لو ضربناهم على إيديهم وقلنا لهم يا جماعة دخيل الله ربحونا، كنا ما زعلنا، بس كنا قاعدين بأمان الله ببيوتنا وهن يلي عم يطنطنوا بالجوائز على الفضائيات. يتضرب هالشيء، والله فكرنا حالنا رح نتدلل نتوجع بنقعد بجناح مثل العالم والناس. يلا مو مشكلة حصل خير، من بكرة منضب أغراضنا ونرجع على بيتنا. يلي بيطلع من داره بيقل مقداره. ألو نعم. أهلين لينا. شلون؟ بدهم يمشوا اليوم؟ إيه أحسن خليهم يمشوا. لا 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 ما في مشكلة طالما هنن هيك رغبتهم. إيه المهم إنه نحن ما جبرناهم على شيء. مع السلامة. يرضى عليكي، بدي تحجزي لي لهدول الجماعه اللي ربحوا الجائزه احسن جناح بالاوتيل، وتركزي لهم احلى طاوله بالمطعم، وبدي الخدمه تكون سوبر دوليكس. خير استاذ، شو اللي تغير؟ هلا قبل شوي اتصلت فيي مذيعه برنامج اذا علق الخط بتربح، قال جاي لهون لعنا على الاوتيل لتعمل معهم لقاء. إيه بس الجماعة هلأ مشيوا. شو الحكي؟ مشيوا؟ قولي فضيحة فضيحة. يا أخ يا أخ. عفوا يا أستاذ. يا حباب ممكن تتفضل؟ يا أستاذ خلينا نتفاهم، خلينا نصلح الموضوع. أحلى جناح لأحلى زبون أستاذ. يلي بخفف عقله بتتعب رجليه. لو سمحت سلام عليكم. بيفرح بحاله. شفت مرته أم سمر شو شايفة حالها ومأنزعة وكأنها مالكة القلعة؟ قال شو؟ تعوا لورجيكم الصالون، هذا كله قطعة واحدة، هذا كله رخام من إيطاليا، ولا تعوا شوفوا هالعفش ما أحلاه، هذا أنا سافرت بنفسي على إسبانيا وجبته من هنيك، ولا شوفوا هالتريات يلي ما في حدا بالبلد عنده منها، وتعوا شوفوا الحمامات والتواليتات، وتعوا على أوض النوم. يخرب بيتها ما لم صدقة حالة بنوب. لا وشو بتقلي من روس مناخيرها وهي عم توداني؟ شو أم طارق لساتكن ساكنين بالفيلا القديمة المهررة؟ نحن الفيلا تبعنا شحدناها لابن حماي، بس كل الحق عليك انت. ها الحق علي أنا؟ ليش بقى يا أم طارق؟ لأنه انت غصبتني عن روحه وأنا ما كنت بدي روح. ولا يهمك يا أم طارق، وحياتك رح عمر لك فيلا ما حدا عمر مثلها بنوب، وصدقيني رح تكون فريدة زمانها. روح عنا يا، سمعنا من هالحكي كتير.
مزبوط، بس هالمرة رح أزبط لك الفيلم تمام. شلون بقى؟ أنت ما بتتذكر الشركة الأجنبية يلي منعوها تفتح معمل مبيدات عنا؟ بلا تذكرتها، شو بها؟ أنا عم حاول دبرها ترخيص، ويبدو لي إنه جماعتي رح يوافقوا لي ومو نسياني تعبي منوب. والله تعي لأحكي لك، تعي أروى، تعي. شو رأيك بقطعة هالأرض يا عم طارق؟ والله ما بعرف حبيبي، أنت شو رأيك؟ والله أنا شايفها نشطة وشرحة وعالية وهواها نظيف. ولا تنسي إنه أكبر المسؤولين بهالبلد والتجار الأغنياء ساكنين حواليكي هون. وكم دنم تطلع هاي الأرض؟ يعني بدك تقولي شي 5 دنومات، منعمر دنومين ومنخلي الباقي لجنينة والمسبح، شو رأيك؟ ما في مانع، بس يعني باختصار أنا بدي مسبحين، واحد صيفي وواحد شتوي، يعني بدي فيلا ما حدا معمر مثلها بالبلد ابدا ابدا. ولو يا ام طارق خايفه علي، قسما بالله رح خليها تصير حديث البلد كلياتها، ويجوا يتفرجوا عليها مثل برج ايفل. بس انت طولي بالك علي شوي. الو الو يا غالب، الله يرضى عليك، اتصل لي بالمؤسسات الهندسيه كلياتها. ايه بدي اسم احسن مهندس بالبلد. ايه الله يرضى عليك، لا تأخر، بس مو تنام على القصة، بدي اسمه يكون على مكتبي بكرة، فهمان؟ لا تتأخر، الله معك، مع السلامة. ادخل. صباح الخير استاذ. صباح الخيرات سلاف، شلونك اليوم؟ الحمد لله بخير استاذ، الله يطولنا بعمرك. بتحب توقع البريد استاذ؟ ما في مانع، هاتي لشوف. هلا استاذ. ايوه شو ها؟ هذا طلب اجازه لابو موفق لمده اسبوع، لانه بده يعمر بستان وغرفتين يجوز فيها ابنه. مع عدم الموافقة ما بدنا نفتح علينا هالبواب هلا. وهات شو؟ وهذا استاذ طلب قرض لأبو فارس ب15,000 ليرة، لأنه بده يجهز فيهم بنته كمان. مع عدم الموافقة، لأنه ما حدا عم يلتزم بالسداد. وهات شو؟ هذا طلب إجازة أمومة لأمسامر عاملة السنترال. مع عدم الموافقة. بكير عليها، شو صاير لها؟ لساتها بالشهر الثالث. في شي غيره؟ لا سلامتك استاذ. الله يرضى عليكي، وصيلي على فنجان قهوه. بتحب استاذ جيب لك ما وصحن بتيفور؟ لسان القطه، ما في مانع. امرك استاذ. يا سلاف. نعم استاذ. لا تترقصي بمشيتك اذا بتريدي، نحن بالمكتب مو بالشقه. امرك استاذ. أهلين غالب، شو صار معك بأسماء المهندسين؟ تفضل جاهزين. أوف شو ها؟ ولك يا بني آدم، أنا قلت لك بدي اسم أحسن مهندس، بقى وين جايب لي 20 اسم أنت؟ على هوا ما فهمت إنه هدول هني أحسن مهندسين بالبلد، وهن اللي عم يصمموا وينفذوا كل فيلات المسؤولين. ولك أنت ما بتفهم؟ عم قل لك أنا بدي اسم أحسن مهندس وبس. طيب سيدي، عفوا، هذا هو أحسن مهندس بالبلد، مهندس ماهر شرف الدين. بعتي إياه فورا. فورا فورا سيدي. ولك يا غالب يا زفت، وينه هذا المهندس ماهر؟ لك شو مشغول؟ شغلة واحدة تسهل أمره. أنت قلت له أبو طارق بده إياك؟ إيه، وشو قال لك؟ عظيم، أصبح بكرة بتجيبه موجوداً لعندي. إيه ماشي الحال، الله معك، مع السلامة. احترامي سيدي.
أهلين غالي. سيدي وصل المهندس ماهر شرف الدين. خليه يدخل على الصالون يستنى. حاضر سيدي. شو يا أستاذ ماهر؟ بالظاهر مالنا قد المقام حتى عم تدلل علينا؟ لا ولو يا سيدي، هو العين ما بتعلى الحاجة. لك أنا حاجب هاد؟ بعتت وراك أكثر من 20 مرة وأنت ضاربة طناش، بقى شو القصة؟ أه؟ صدقني يا سيدي إني مشغول كتير، عندي مخطط فيلا بالجبل لأبو العلا، وديكور جديد لشقة أبو الندب المالكي، وفوق هالشي مطلوب مني تقديم دراسة لمجمع تجاري من 10 طوابق لأبو سومر على الأوتوستراد، وتنفيذ شالي على البحر. بس هلا بس، ما في داعي لكل هالسرسرة. فورا بترمي لي كل شيء ورا ظهرك وبتتفضلي الي وبس. منيح هيك؟ سيدي مثل ما بتأمروا، بس شو بدي اقول للعالم؟ قل له انه عندي شغل ضروري لابو طارق، واذا حدا زعجك بكلمه وحده قل لي. على كل حال بكره الساعه 5 بدك تطلع معنا حتى تشوف الارض يلي راح عمر عليها الفيلا. منيح هيك؟ عجبتك الأرض؟ بصراحة الأرض عجبتني كتير كتير، وشفتها مرتاحة كمان. عجبتك ما هي؟ أنت شفت لي هالمناظر ما أحلاها؟ قالوا شو كانوا بدهم يعملوها حديقة عامة. وينك أستاذ؟ أنت مهمتك هلا تعملنا فيلا ما صار مثلها بالبلد بنوب بنوب. يعني فريدة زمانها. اسمع يا سيد ماهر، ليش واقف؟ تفضل تفضل استريح. يا سيد ماهر، أول كل شيء بدي المدخل يكون عريض كتير، يعني إذا انفتح الباب يدخلوا كل سيارتين سوا مشان ما يصير عجقة وقت نعمل حفلة. وبدي هيك فوق حجر أبيض، قوس حجر أبيض مثل هذا اللي شفناه بتدمر أبو طارق، شو اسمه؟ أرك دو تريانف، قوس النصر إذا فرنسيتك ضعيفة. وبدي الحديد ستانلس ستيل مطعم بنحاس وبرونز. ولا تنسى تصمم لي على الباب بشكل أنيق طبعا. غرفة للحراس، ولا لك اعملهم غرفتين بيكون أفضل، لأنه بركي يسلموني منصب أعلى. لم فيه هيك ريحة. وبدي الأرض الخام تلياني ملون أخضر وأزرق، والعواميد بازلت منحوت، والسقفية بلور ملون. أنا بدي مساحة الصالون 200 متر 200 متر هيك بدي، ويسع 300 زلمي على القليلة. وبدي غرفتين صفرة ومطبخين كبار لأنه أبو طارق ضيوفه كتار. وبدي يا سيدي ما أنت 4 حمامات، واحد إلي واحد إلنا وواحد للولاد وواحد للضيوف. وبدي منك 7 غرف نوم، وكلهم كلهم يكونوا مطلين على الحديقة. وبتعمل لي بالطابق الأرضي مضافة فيها محل المنائل، وخرج نعمل فيها عزايم ومناسف على الأرض يعني. وبدي غرفة لشرب الشاي والقهوة والأراجيل. ايه؟ والمتة. ايه طبعا. وتكون بتطل على الجنينة من كل الجهات. وبدي 3 مناسف، واحد للفريكة وواحد للكبسة وواحد 3 مسابح، واحد صيفي وواحد شتوي وواحد ميتو فاترة. أنا لحد هلأ ما عم بقدر بفهم ليش أنت شركتنا مكدس بالمستودعات وما عم ينباع. ممكن أفهم ليش؟ سيدي لأنه الموديلات اللي عم نطالعها قديمة، بعدين القطاع الخاص عم ينافسنا. لك شو هالعلاك الفاضي؟ هلأ كل شغلة بدنا نلزقها بظهر القطاع الخاص؟ قلولي السبب المباشر والحقيقي بيكون أفضل. سيدي بصراحة الآلات صارت قديمة كتير. أوف، وشلون قديمة بقى؟ أنا لما استلمت إدارة هالمعمل كان عمره 5 سنين بس. صحيح مولانا، وحضرتكم صلكم مستلمين المعمل 19 سنة. أوف 19 سنة؟ فظاع شلون الوقت بيمرق والعمر بيمضى. معقول أنا صار لي 19 سنة بهالمنصب؟ صدقوني مالي حاسس. سيدي إن شاء الله العمر كله يا رب. المهم منرجع لموضوع كساد بضاعتنا، انتو ليش ما بتعملوا عمرة للآلات وصيانة عامة؟
سيدي نحن أحب على قلبنا بس بدنا قطع تبديل. مزبوط معك حق، بس القطع بدها قطع نادر، والقطع النادر نادر. ادخل. عفوا استاذ، وصل المهندس ماهر ومعه الكتالوجات. خليه يدخل. حاضر استاذ. وهلا يا جماعه بدي منكم تقرير باسباب كساد انتاجنا، وكل واحد منكم لازم يقدم لي دراسه لهالموضوع، واجتماعنا باذن الله ب 20 الشهر الجاي حتى نصادق على طرق المعالجه. حاضر. يعطيكم العافيه. مرحبا. اهلين مهندس ماهر، قلي لشوف شو صار معك. جبت لك الكتالوجات سيدي، تفضل نقي منها الفيلا اللي بتعجبك لحتى اسوي لك اياها. ومنين جبت هالكتالوجات؟ هي موجودة عندي، هي كتالوجات لأشهر الفيلات العالمية بالشرق الأوسط. لا حول ولا قوة إلا بالله. ولك يا بني آدم، بيظهر أنت ما عم تفهم علي. أنا بدي فيلا ما لها شبيه، فيلا تكون فريدة زمانها والعالم يضربوا فيها المثل. مثلا بدي سور مثل أسوار القلعة، له حصون وله أبراج، والجناين بدي إياها مثل حدائق بابل، والمنظر العام الخارجي للفيلا بدي اياه على شكل الهرم. لا مو هرم، دي موديل هرم صار، على شكل الأرجيلة. أرجيلة؟ ايه نعم. يعني المهم بدي شيء فريد عجيب متميز ما خطر على بال حدا منوب. بقى فكر منيح وشغلي مخك شوي. شغله يا اخي. انا بقترح الشكل الخارجي للفيلا يكون على شكل الكرسي، موافق؟ يعني ما حدا عنده مثل التصميم؟ لا 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 ابدا. عظيم كثير. شو رايك مطاري؟ ماشي الحال، اتكلنا على الله. طيب هي شو حيطان الغرف رح عملكم اياهم دائريه وبدون عضايد، بينما السقف رح يكون على شكل ابابه ذكيه. منيح. ايوه. طيب بالنسبه للتبريد والتدفئه رح اعملهم على الطاقه الشمسيه. ورح اعمل البواب تنفتح وتتسكر لحالها على صوت حضرتك او على صوت مطاري. بيصير هالشيء؟ طبعا بيصير. ويا ترى في حدا عنده مثل هالبواب؟ ابدا سيدي. سمعاني مطاري، ما حدا عنده مثله. ومن جهة تانية رح تجيكم المي مخلوطة بريحة الزهر. يعني ما حدا سبقنا لهالشغلة؟ أبدا مدام، أنا صممتها مخصوص لكم، ورح أساوي لك فوق غرفة بلور ببلور ما بتسمع فيها إلا صوت العصافير، مشان تقعد فيها تريح أعصابك وتسترخي وتعرف تفكر على ميت مهلك. يا سلام، برافو عليك يا ماهر. سمعاني مطاري، قال مشان فكر لحالي. بس أنا خايف. ولا يهمك ولا يهمك معلمنا، هيك غرفة ما حدا عنده منها منوب. وراح أعمل لك جزيرة بنص المسبح وراح أزرعها نباتات استوائية. مرحبا. أهلا وسهلا سيدنا يا أهل، شرفتوا. يعطيك العافية. تفضل تفضل. أهلا وسهلا. شو أخبار الفيلا تحت أنظارك يا ماهر؟ لا تمام، الشغل منيح الحمد لله. ناقصك شي مواد؟ أبدا أبدا. لا لا لا، قلي إذا ناقصك مواد أنا مستعد أطمرك تمر بكل شي ناقص. الله يطولنا عمرك. الحقيقة يا ماهر، أنا جاي مشان ضيف تعديلات بسيطة على المخطط. تكرم عينك، ولو إنه أنا الصالون تبع الضيوف عدلته وسويته مثل مضافة. عظيم، يعطيك العافية. بهالمناسبة بدي اياك تساوي لي إلي برج حمام على آخر طابق، لأني أنا وصغير كنت حب كتير صيد الحمام، وكان جدي الله يرحمه كل ما يجي ضيفي إلي يا عزيز طلع على البرج وهات لك جوز حمام حتى نسلقه لضيفنا. وكمان بدي منك تبني لي بالجنينة إن للجاج، مو مشاني مشان أم طارق، لأنه أم طارق من لمن كانت صغيرة كانت تطعمي الجاجات بإيدها بتضيعة. عفوا بس على هالصورة صار بده. لا 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 تغلط بالحكي، ما في أروع وأغلى من أيام الطفولة، ولازم يكون عنا بالفيلا أشياء كتير تذكرنا فيها. أمرك بطارق. ماشي الحال، بس المهم تعجل قد ما فيك. ماشي الحال. عفوا عفوا معلمي، تشرب قهوة؟ لا والله يا أم فايز، لسه ما خلصت الفيلا. إيه مزبوط طولنا، بس اللي بده يعمل شيء لازم يعمره على قصور مشان يفتخر فيه. يا ستي باقي لنا المسابح والمطابخ والمناكب، سيراميك والبورسلان،
صدقيني يا ام فايز لحد هلا ما اعتمدنا. الله وكيلك عم ببرم على كل هالفيلات والقصور اللي عم تتعمر بالبلد وما في شيء عم يعجبني، كله مشرشح وما في ذوق. لا تقلي لي شيء. والله لسه ما بعرف يا ام فايز، ما عم لاقي بالسوق حنفيات تعجبني، ما في شيء مرتب، ولهالسبب بجوز سافر انا وابو طارق ونجيبهم من برا. لسه ما قررنا وين بدنا نسافر. اهلين يا اهلين ام فايز، خلينا على اتصال. الله معك. يخرب بيتها مثل المحقق، بدها تعرف البيضه مين بعضها. يخرب بيتها شو كتير تغلبي. المهم يا ام طارق لا تحكي شيء لحدا، الله يرضى عليك، هيك لحتى نخلص. وقتها منعزم الناس حتى يشوفوا بعينهم ابو طارق كيف وقت اللي بده يعمر بيعمر. ايه اكيد رح تطلع عيونهم بالطول وبالعرض. ولك واخرتها بقى، شو قصة هالكساد؟ قلولي شو الحل برأيكم. والله يا سيدي انا بقترح انه يوقف انتاج المعمل شي 6 شهور على القليلة. يخرب بيتك، يخرب بيتك على هالحل المشبوه. بدك توقف المعمل 6 شهور؟ سيدي أنا قصدي إنه يعني بدك تطالعني كذاب قدام مجلس الوزراء وقدام الصحافة؟ بقى لا قولي حل تاني بسرعة. ولك أنا باعت خطط الإنتاج لمجلس الوزراء وواعدهم بالنسب السريعة المرتفعة، مو واعدهم بتوقيف الإنتاج؟ أصبح يا سيدي ما في إلنا غير نجدد الآلات القديمة. أوه علينا، صرت سمعان هالحكي منكم 100 مرة. ولك ما عندكم غير هالحل؟ ما عندكم؟ العمى من قلن تور بيقولوا حلبوا. تحديث الآلات بده قطع نادر، عم تفهموا هالشي؟ ادخل. شو؟ سيدي هذا آخر موديل لكراسي التواليت، بعت لك يا أبو حسام وكيل الصحية وقال لي إنه اليوم وصلوا بالطيارة. يا شباب نحن رح نأجل اجتماعنا للأسبوع القادم، بس بدي كل واحد منكم يلاقي لي حل جذري، لا تنسوا. ها أمرك استاذ. لا لأنه بتروحوا وبتنسوا. حاضر استاذ. أمرك. الله معكم. ولك يا بني آدم كم مرة قلت لك لا تجيب شي بيتعلق بالفيلا لهون؟ يخرب بيتك بيدي. سيدي والله مزنبي، هو حكى معي وقال لي خود هالبيدالة معلمك. بصراحة ما عجبني يا أخي، الفتحة كأنه ضيقة وخطرة، يعني الواحد بده يضل مقرقز عليها. بعدين شو اللون يا أخي؟ أبيض بلدي كتير. نزلوا نزلوا على الأرض لشوف لحتى يجربوا. نزلوا شب هاشم المالح هو وولاده. أبو طارق عزوم الوزير عبد الفتاح العساف هو ومرته، وعبد الحكيم الإنعام هو ومرته، وفياض موسى فياض هو وحرمه. ولا قلك لا إيش هذا؟ بلا ما تعزمه. لا 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 تغلطي، شلون ما عزمه؟ هذا زلمة مغترب وراجع على البلد ومعه أموال ما بتاكل النيران، وعم اتصل فيه باستمرار مشان نعمل مشاريع مشتركة سوا. وبدي تعزم لي أم سمهر وأبو سمهر، والله لخلي عيونها تبز وهي عم تتفرج على الفيلا، ولخليها تدوخ دوخان وما تعرف ليش دايخة. ألو. أيوة أهلا أستاذ أنس. لحظة. ألو أهلين أستاذ أنس، شلون؟ ما تدبر معك 10 خدام لونهم أسود؟ لك يا اخي اصبغ لك كم واحد. ايه طبعا بدي منك تخلق لي اجواء الف ليله وليله. ايه معلوم وينك. ولا تنسى كمان تكتب بالسماء وبالليزر فيلا نقطتين فوق بعضهم فريده زمانها، وتحت فريده زمانها افتح قوس وكتب ابو طارق وام طارق وسكر القوس. عظيم. بدي كل شيء يوم الخميس يكون جاهز. ايه الله معك وعلى السلامة. هل ما تدبر معه 10 خدام لونه أسود؟ لكن مين بدك تعزمي كمان؟ يا سيدي اكتوب عندك زهير قنوع مرته وولاده. يا سيدي أنا مرأت بالصدفة على الأرض وشفت التصميم، قسما بالله العظيم فرحت لك من نص قلبي. شكرا يا أبو سمهر، تشكر حبيبي. ايه يا أبو طارق، يعني بعد إذنك ممكن تعطيني اسم المهندس اللي عمل لك هالتصميم الحلو؟ العنوان؟
صدقني يمكن نسيته بالبيت، لأنه هو نقل من بيته وغير عنوانه القديم. على كل حال أنا فهمت منه أنه مسافر 4 أشهر الصيف. يا سيدي مو مشكلة، أنت بس أعطيني إياه وأنا بنتظر إن شاء الله 5 أشهر كمان. ليش لا؟ على عيني وراسي أبو سمهر، ببقى بأمن لك يا يا أهلا وسهلا مرحبا. أهلا وسهلا، ألف مبروك مرة تانية. يخليك يخليك ربي. أهلا وسهلا مرحبا، مع السلامة. العمى على أكل الهوى. قال بده عنوان المهندس ماهر. ألو ألو، أهلا دكتور نصر. أهلا وسهلا مرحبا. نعم، بدك عنوان المهندس ماهر؟ صدقني يا دكتور مالي حامله. اي والله، اي تكرم عينك، بهاليومين بيوصلك. اي على عيني وراسي، الله يبارك فيك، مع السلامة. العمى، شو هالناس هي؟ لسه ما خلصنا الفيلا، والشاطر اللي بده ياخذ العنوان ويعمر مثله. حبيبي ابو طارق، اوعى تعطي عنوان المهندس ماهر لحدا، هي عم فهمك من هلا. ها بس يا ام طارق، انا مهما حاولت خبيه رح ينعرف بالنهايه. طيب والعمل؟ والله ما بعرف. هي كل مخططات الفيلا، المدنيه والمعماريه والكهربائيه والفنيه، وحطيت لك الصور جواتهم. ليكون عندك نسخ تاني منها يا أستاذ ماهر. الله وكيلك سيدي، ما ضل عندي أي ورقة العلاقة بهالفيلا. عظيم جدا. أصبح وقع هون. مسيك. على شو بدي وقع سيدي؟ هذا تعهد بأنك ما تعمر مثل هالفيلا بحياتك منوب، وإذا بتعمر مثلها أو ما شابهها رح تتغرم بمبلغ مالي كبير وعقوبات جزائية. صدقني ما رح أسوي مثل لحدا، هذا وعد مني. أصبح وقع، ليش خايف؟ حاضر. بتريد شي غير؟ أبداً، سلامتك، الله معك. يا غالب، من هلأ ورايح بتراقب لي كل تحركاته ليل مع نهار، مع مين عم يمشي، مع مين عم يسهر، لوين فات، لوين طلع، مين عم يزوره بالبيت، بالمكتب، لمين عم يعمل مخططات. يعني باختصار بتراقب لي الشاردة والواردة، مفهوم؟ مفهوم، ولا يهمك سيدي. انتم متأكدين من هالكلام يا غالب؟ سيدي لقطنا مخابرة للمهندس ماهر مع واحد اسمه أبو سمهر. شو عم بيقله؟ قال بس يخلص من فيلتكم رح يعمل له فيلا أحلى من فيلتكم المشرشحة. هذا على قوله سيدي، وبده يعمل فيلا تانية مثل فيلتكم لواحد اسمه أبو نواف. ومنو هذا أبو نواف كمان؟ هذا واحد تاجر ممنوعات، وهلأ عم يبيض أمواله وفاتح مكتب استيراد وتصدير. يا حبيبي، هلأ المهربين صاروا بدون يقلدونا؟ نجوم السماء أقرب لهم. بسيطة يا أستاذ ماهر، بسيطة. تفضل يا أستاذ ماهر. شكرا سيدي، عفيني أنا ما بدخل، الله يخليك. كيف الشغل معك بالفيلا؟ تمام، الشغل عظيم، إن شاء الله الخميس بتستلموا كل شيء. شوف يا ماهر، أنا الحقيقة بعزك كتير وبحب مصلحتك. الله يطولنا عمرك يا سيدي، شكرا جزيلا. ولا السبب دبرت لك عقد عمل برات البلد بمبلغ مخري جدا وبمركز ممتاز جدا. تفضل هاي العقد، وقع عليه وبعدين تطلع عليه على مهلك. شكرا سيدي، شكرا شكرا جزيلا. بس أنا ما بحب السفر، وهون بالبلد الحمد لله عايش ملك. ما بعرف، بس والله سفر حلو، يعني أنا رح أبعتك. معلش سيدي، أنا بعتذر وشكرا لمبادرتك، أنا ما بحب السفر. طيب بسيطة بسيطة، أنا بقدر موقفك تماما. تمروا شي تاني سيدي؟ لا أبدا، سلامتك. قال ما بيحب السفر. قال
مرحبا. شو هاد؟ خير شو في؟ تفضل معنا زكري. وين بدي اتفضل معكم؟ عندك 6 اهم رح حلك اياهم، بس انا بنصحك ما تحكي اي كلمه لحتى يكون في محامي، لانه اي كلمه بتحكيها ممكن تستعمل ضدك. وشو هي هالست اهم بالله؟ اولا تهرب من الضرائب، ثانيا مخالفه بالمواصفات باخر تعهد اخذته، ثالثا سرقه حديد وخشب وشمينته وانت عم تعمر فيلا فريده زمانه، رابعا العمال اللي اشتغلوا معك ما كنت بسجلهم بالتامينات الاجتماعيه، خامسا شهاده الاختصاص اللي عم تمارس على اساس المهنه مزوره وغير معترف فيها، وسادسا واخيرا لقينا بسيارتك حشيش وهروين. بقى تفضل معنا وبهدوء لو سمحت. كل شي فهمته وكل شي استوعبته، بس يلي ما عم بقدر افهمه واستوعبه ليش انت يا ابو عوني ما عم تقدر تاخذ المناقصة؟ طبعا ما بقدر باخذها يا استاذ حازم، يعني لو حضرتك قريت جرايد اليوم شو كاتبة عنك وعني كنت عذرتني. شو عم تحكي انت؟ الجرايد كاتبة عني وعنك؟ لا ولا ما قريتها؟ ليش شو كاتبة؟ يا سيدي اسمع شو مكتوب. الرائحة تفوح من صفقة براميل مشبوهة، والمتعهد المعروف ياسين مرارة يحصل على صفقة براميل مشبوهة، والشبهات تحوم حول مدير الشركة العربية للاستيراد والتصدير حازم زهرمان. بقى شو رأيك؟ قلي. كذب كذب والستين كذب، المناقصة قانونية 100%. شو الحكي الفاضيات يا أستاذ حازم؟ أرجوك تعذرني، أنا رح أنسحب من المناقصة، ويا دار ما دخلك شر، لأنه بصراحة أنا ماني مستعد ضحي بسمعتي وأتجرجر بالشرطة على المحاكم مشان هالمناقصة تبعك. طيب يا أخي مين درس صحافة بهالاتفاق السري بيني وبينك؟ أخي الشغلة واضحة، أكيد في واحد من عندك من جوات الشركة مسرب الخبر وفاضح الشغلة كلها. بقى لي رضالي عليك يا أستاذ حازم، أنا لا بدي أتعامل مع شركتكم ولا بدي هالمعرفة من عين أصلا، مع احترامي إلك الشديد طبعا، يعني كنا منعرف بعض ونسينا بعض، منيح هيك؟ يلا الله معك. أخ لو أعرف مين قليل هالأصل يلي وصل الخبر للجرائد، خرب بيتي الله يخرب بيته. ليش قديش كان رح يطلع لك من هالمناقصة؟ 2.5 مليون إذا مو أكتر. إيه وهلا؟ هلا طار كل شيء، شو هلا؟ والله يستر ما طير أنا كمان. لا حاجتك تشاؤم بقى، قال يطير قال. وليش لحتى ما طير بقى؟ يلي أتقل مني وأوسن مني عم يطيروا بليلة ما فيها ضوء قمر. صحيح، بس أنت ما بينخاف عليك ومزبط أمورك على الآخر، وما حدا بيسترجي يقرب عليك طالما ابن عمك أبو ظافر زهرمان داعمك. ولك مزبوط، ما بقلك لا، بس يلي حارق لي قلبي من جوا هالشخص يلي فسد علي للصحافة. طيب حدا شافك أنت والمتعهد ياسين مرارة مجتمعين سوا؟ لا ما حدا شافني. أنت متأكد؟ طبعا متأكد، لأني لما بجتمع أنا وياسين بحاول يكون مكان اجتماعنا بعيد ومعزول. استني لقلك، في نهار كنت عم بتغدى فيه أنا وياسين مرارة وبالصدفة مرق من قدامنا أبو جودات. إيه والله هلأ اتذكرت، أبو جودات مرق من قدامنا. مين أبو جودات؟ ولك أبو جودات المسعور نائبي، هلأ ما عدتي تعرفيه؟ أكيد كان عم يتجسس علي وما في غيره، وحتما هو اللي عطى خبر للصحافة. على كل حال بسيطة، شو عليه؟ أنا بفرجيك يا أبو جودة النحس. يا أستاذ أنا ما بقدر فوت حد عندي مدير بدون موعد. ولك بعد هيك يخرب بيتي، من إمتى كان بدي إذن لحتى فوت لعند حازم؟ الأستاذ حازم إذا بتريد. عم قلك بعد هلأ هيك بالعلاق. ما بقدر، الأستاذ قال لي لا تخلي حد يفوت لعندي ولو كان نابي. هلأ روحي هيك أحسن ما أقتلها فيكي. لا ما بحسن أجي الموعد بكرة، اليوم بدي أشوفك. بشوفك بشارع 29 أيار. ايه وين بنك بيمو السعودي الفرنسي؟ قدام منه. ايه بنفس سيارتي. الله معك، مع السلامة. نعم. بقدر اعرف ليش نقلتني على الفرع رقم 6 بالقامشلي يا استاذ حازم؟ نقلتك مشان المصلحة العامة،
المصلحة العامة ولا مصلحتك الشخصية؟ أنا طول عمري بدور على المصلحة العامة وعمري ما فكرت بالمصلحة الشخصية. ودخلك شو راح تستفيد المصلحة العامة من نقلي على القامشلي؟ أكيد راح تستفيد ولو أنت سيد العارفين. شو بتقصد يعني؟ بقصد أنه نقلك على القامشلي عقوبة إلك، فهمت شلون؟ عقوبة؟ وليش لحتى أتعاقب بقى؟ ما بعرف، اسأل حالك. أكيد أنت عامل شيء لأنه العقوبة ما بتجي من فراغ. بس أنا يعني الله معك، مع السلامة يا أخي، وعندي شغل. أخي ليش عم تدخل بالتفصيلات وتلعي قلبك وقلبي؟ أنا عم قلك لا تاكل هم، بقى قدم عرض بناء السوق الخارجي وترك الباقي علي. ما اختلفنا، راح أقدمه أستاذ حازم، بس بلكي كان عرض غيري أرخص من عرضي. يا سيدي من هالناحية اطمن، لا تشغل فكرك. لسه بيقول لي اطمن، كيف بدي اطمن وأنا ماني عرفان على أنه برد بدي أرسي؟ ولا يهمك أبو رامز، أنا رح خبرك بالسعر يلي لازم تحطه بالمناقصة، منيح هيك؟ وبلكي مارست المناقصة علي. لا حول ولا قوة إلا بالله. لك شو بك أبو رامز؟ عم قلك رح يكون عرضك هو الأرخص، فهم بقى؟ ما بعرف بصراحة، قلبي ماله مطمن. أخي وينك؟ أنت لا تعطيني قرش واحد قبل ما ترسي المناقصة عليك، منيح هالكلام؟ منيح، ماشي. أصبح نادي على الجرسون حتى نتغدى، ولا ما بدك تغديني كمان أبو رامز؟ على عيني وحبة مس كمان، أنت بتأمر أستاذ حازم. جرسون؟ قالوا نعم. أهلين أبو رامز، شو الأخبار؟ طمني. شو الحكي؟ كاتبين عني أنا وياك بالجريدة؟ بجريدتين؟ يا حبيبي، وشو كاتبين؟ اسمع لأرالك، رائحة فساد تفوح من شركة النايلون واللدائن المتحدة، 5 ملايين ليرة فقط لدهان السور الخارجي للمعمل، فهل سيطلون السور بماء الذهب يا ترى؟ ومين كاتب المقال؟ ماله حاطط اسمه؟ ولك العمى بعيونهم شو عينهم ضيقة، معقول توصل الحالة معهم لهالدرجة؟ على كل حال وينك أبو رامز؟ أنا رح عيد المناقصة ولفلف الموضوع، بقى يا ريت تطلع أنت برات البلد وتغب لك كم شهر زمان. إيه أحسن إلي وإلك، سمعان؟ إيه سمعان أستاذ حازم، سمعان. ومن هلأ ورايح ما عاد بدي شوفك ولا أسمع صوتك منوب، فهمان شو عامل لك أبو رامز؟ لا تقرب صوبي يا أخي، الله معك، مع السلامة. لك رح أجن يا هيفاء، رح أجن إنه مين وهذا يلي عم يوصل الخبر للصحافة؟ إيه ما بعرف. هذا أكيد بده يكون واحد من عندك من الشغل، أنت ما لك أعداء بالشغل؟ ولك هدول كلهم بيحسدوني يا هيفاء، بيغاروا مني وما بيريدوني غير الخوازيق. بس آخ آخ لو أعرف مين يلي وصل الخبر للجريدة آخ. طيب حدا شافك أنت وهذا المتعهد؟ أبداً ما حدا شافني منوب. تذكر منيح. عم بتذكر، ما حدا شافني. طيب أنت ليش ما بتراقب؟ وقفي وقفي لقلك وقفي. تذكرت شي؟ لحظة لقلك، تذكرت إيه؟ بتذكر، هو الحقيقة ما بعرف إذا شافني على المظبوط ولا لا، بس بتذكر في واحد مرق من جنبي بالسيارة لما كنت عم بحكي مع المتعهد. مين هو اللي مرق بالسيارة؟ أبو علاء رئيس الدائرة الفنية، أكيد شافنا وأكيد هو اللي وصل الخبر للجرايد، ما في غيره. إيه وشو المعنى؟ شو بدك تساوي هلا؟ شو بدي ساوي؟ بدي طالع قرار بنقله وأشلفه على أبعد فرع بالقطر. العمى؟ هذا اللي كان ناقصني والله، ناقصني مين يراقبني ويرفع فيني تقرير. أهلين أبو علاء. لا أهلين ولا سهلين. ممكن أعرف إيش حضرتك نقلتني على الفرع رقم 8؟ صدقني مو أنا اللي نقلتك. لكان مين اللي نقلني؟ المصلحة العامة. المصلحة العامة؟ اطز بالمصلحة العامة. عجبك؟ لا هيك انقطع الحوار بيناتنا يا أبو علاء. أي سيدي وينقطع؟ شو هالشغلة المهمة يعني؟ لكان تفضل اطلع من مكتبي إذا بتريد. ما بطلع من هون حتى أعرف ليش نقلتوني. هلا أكيد أنت ما بتعرف ليش نقلناك؟ لا سيدي ما بعرف. أكيد ما بتعرف؟ قلت لك ما بعرف شيء. لا سيدي بتعرف يا شجاع. أمرك أستاذ. طالع أبو علاء من مكتبي. لحظة لحظة، هيك عم تعمل فيه يا أستاذ حازم؟ بسيطة، شو عليه؟ قيم إيدك بطلع لحالي. بسيطة يا أستاذ حازم.
بيعرف ليش نقلته، قال يخرب بيته خسرني أكثر من مليون، وقال ما بيعرف ليش نقلته. بتكون شي تاني أستاذ؟ لا سلامتك. اسمعني منيح يا أبو الهوى، أنا استقصدت أني اجتمع أنا وياك هون حتى ما حدا يشوفنا ويسمع حكينا. شو عليه؟ الاحتراس واجب، ولاد الحرام كتار يا أستاذ حازم. بقى لي شو طلباتك؟ يا سيدي طلباتي مناقصة بيع مخلفات المستودعات، وهالمناقصة رح ترسي عليك ورح تكون من نصيبك. قول إن شاء الله. عم قلك أكيد رح تكون من نصيبك، لأني أنا رح أكون الرئيس الفعلي للجنة استلام العروض. حلو كتير، شو طلباتها؟ 30% من قيمة العرض. بس مو كتير هيك يا أستاذ حازي؟ لا تكون طماع يا أبو الهوى، ولا تنسى أنك رح تشتري المخلفات على أساس أنها منسقة وتالفة، في حين أنها جديدة وبتتصلح بتراب المصاري. بقى ليش مستكتر علي 30%؟ وبركي ما زبطت المناقصة؟ انت حط رجليك وايديك بمي باردة، بدها تزبط اجباري. سيدي صدقوني ارجوكم، انا مالي علاقة بهذا المتعهد على الاطلاق. مثل ما بتأمروا سيدي، رح الغي المناقصة فورا. بس قسما بالله انا مالي علاقة بهذا ابو الهفا، ابو الوبا، والله مالي متذكر اسمه. يا سيدي الجرايد بتكتب أشكال ألوان ومو لازم نصدقها، يعني بعض الصحفيين ما لهم هم إلا يكتبوا عن المسؤولين وتحركاتهم. يا سيدي ما بتتذكروا كيف كتبوا عن العرس يلي ساويته لأبنكون؟ طيب سيدي طيب أمرك، أنا رح أعيد المناقصة. لا 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 أطمنوا رح أعيدها ولا يكلكم فكرة. سيدي مين ما ياخدها ياخدها مو مشكلة. لا ولو سيدي أكيد أكيد بشكل قانوني، يعني نحن إذا ما التزمنا بالقانون مين بده يلتزم يا سيدي؟ أمرك أمرك مولانا، أمرك يا سيدي أمرك. مع السلامة. لك العمى، شلون عرفت الجرايد بهالشغلة؟ إيه ما كان في حدا غيري وغير أبو الهوى، وبالصحراء كمان مين بده يكون فاسد للجرايد؟ أكيد أبو الهوى، أكيد أبو الهوى هو اللي فاسد. بس مستحيل يفسد، شو بده يستفيد؟ بس بده يفشل التعهد يا ترى؟ والله شي بيحط العقل بالكف. مين يا حازم مين؟ والله ما في غير محمود أمين المستودع، لكن شو بيعرف الجرايد إنه نص الأغراض يلي بدنا نبيعها صالحة للاستعمال؟ ألو يا رغدة، أعطيني الذاتية. ألو أستاذ محدين، فوراً بتعمل لي قرار بنقل محمود أبو الحن أمين المستودع على الفرع رقم 9 بدير الزور فوراً. ها لشوف شو آخرته، يا أنا يا هالحساد اللي عم يتربصوا فيني. رح يطير عقلي من راسي يا هيفا، رح أجن. يعني معقولة ما تزبط معي ولا شغلة لحد هلأ؟ ما معقول، يعني كل ما بقول وصلت اللقمة للتم يخطفوها مني. الله وكيلك، من يوم يلي استلمت فيه الشركة لحد هلأ ما استفتحت بقرش واحد تعدميني. وشغلة اني ابقى على راتبي وعلى تعويض المهمات وازونة السفر، ما توفي معي منوب، ما بتوفي. بقى مين ابن هالحرام اللي عم يسلخني تقارير ما كنت اعرف؟ لك ما خليت حدا ما نقلته او قلعته، شوفير سيارتي، سكرتيرتي، حاجبي، كلهم كشيتهم لبرا الشلفي. وقسما بالله يا هيفاء، لولا اولاد عمي يلي فوق الله يرضى عليهم، كان جوزك هلا يا مقلع يا بالسجن يا ايد من ورا وايد من قدام. يوه يا لطيف، شو مناسبة هالحكي؟ بس وحياتك يا هيفاء ما رح ييأس ابدا مهما اشتغلوا فيه. وبصراحة في عندي هلا امل كبير. شو هو؟ ام الصيف اللفاية وينها؟ ولا يهمك، راحت تجيب اغراض من السوق. وجهينة؟ جهينة بالمطبخ. وسعدية؟ سعدية عم تشطف الجنينة. وابراهيم؟ ابراهيم واقف على باب الفيلا. وشوفير ابو عزو؟ يوه اسمعوا على هالسمع، شو نسيت انك قلعته؟ اه صحيح مزبوط. خلصني بقى، شو هالسر الخطير اللي بدك تقلي اياه؟ بهاليومين رح اعلن عن مسابقه للشركه مشان يتعين فيها 14 شخص، وبتعرفي بهالزمان ما في شيء ببلاش، يعني اقل من 125 الف ليره على الواحد ما رح ارضى، ما بتوفي معي. وانت اللي بدك تقبض من اللي بدهم ينجحوا؟ ليكو التانية؟ طبعا انا اللي بدي اقبض، مين لك؟ واذا زبطت الشغله شو رح يطلع لك منها؟ رح يطلع لي 1,700,000 ليرة حلال زلال. قريب قريب.
قريب عليك اخرجو قريب مسابقه وهميه والتعيين بمصاري قريب قريب التسعيره 125000 ليره اذا معك مصاري معك ما معك الله لا يكون معك قريب 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 يا حباب جريده علي استاذ الله ما يا عم اكلناها مرتبه لك مين درى الصحافة بهالتفاصيل؟ أكيد هي هي ما في غيرها شوفي وعم تسألي كمان يلا ضبي غراضك وتيسر البيت أهلك يلا شو جنات انت؟ شو هالحكي شوفي؟ ما في شي سلامتك بس حتى تعرفي تاني مرة تخبري عني خبر عنك؟ أنا يا حازم طبعا ليش مين في غيرك؟ أنا ما قلت لحدا غيرك عن المسابقة يعني فكرك أنا اللي خبر؟ هلا ما بدي عليك مصدي كلمة ورد غطاها هالبيت ما عاد إلك فيه قاعدة أبدا وبتمنى لما أرجع المسا ملائكي هون فهمتي؟ إبراهيم أهلين وسهلين أهلين معلم إبراهيم بدي أسألك تفضل سار سيدي هلا أنت طول النهار بتضل واقف هون؟ نعم سيدي طول النهار واقف هون يعني ما بتجي أحيانا ناحي الفيلا؟ يا سيدي بجي إذا طلبت مني المدام طيب من 4-5 أسابيع جيت أنت ناحي الفيلا؟ جيت مرة أو مرتين يا سيدي معناها أنت أنا شو؟ أنت ما في غيرك شو أنا سيدي؟ أنت اللي فسدت علي للجرايد أنا جرايد هلا لا تجذبها وتعمل حالك مظلوم هلا بتقلي شو حسابك حتى تقبضه وتورجيني عرض كتافك فهمان؟ طيب ليه سيدي؟ شو عملت؟ شو ساويت؟ ولك إبراهيم إذا كنت أنت العدل أنا رباطه بقى حاجة تتمسكن وتغشي حالك حاجة يلا تحرك من قدامي لشوف وقبل ما تروح ابعت لي أم الصطيف وجوينة وسعدية تحرك بسرعة يلا حاضر سيدي لازم أقطع الشك باليقين وأعرف من هو عدوي لازم مفهوم مفهوم هلا هو قاعد عندي ماشي الحال ماشي الحال مع السلامة تحت أهلين بصراحة يا ابن العم ريحتك كفحت تماما مثل ملك شايف وأنا يشهد الله يشهد الله عم غطي عليك كتير وأنت بتعرف هذا الشيء أخ يا ابن العم بس يعني مو دائما بتسلم الجرة لو أعرف بس مين مفتري علي أنا يا حازم بكل موضوعي رح أقول لك إنه هالشي ما بيعنيني كتير بس أنت لازم تنتبه على حالك وهذا الشيء طبعا من شانك خير في شيء بالجو ابن العم أنا ما رح أخبي عليك شيء يا حازم أنت ابن عمي ولازم أحكي لك كل شيء والضفر ما بيطلع من لحمه ما هيك بصراحة في تغييرات وتشكيلات جديدة بالبلد وبجوز يطير كم واحد بهالتشكيلات هاي طيب وأنا؟ والله لحد هلأ ما بعرف بجوز تطير بجوز ما تطير بس أنا من رأيي تدير بالك على حالك من هلأ شلون دبر حالي ما فهمت عليك؟ رح قلك يعني إذا في معك شوية مصاري زايدين عن حاجتك هربهم لبرا إيه لبرا لأنه بينه وبينك يا ابن العم ما حدا بيعرف شو ممكن يصير معه يعني اللي ما بيحسب ما بيسلم ولا أنا غلطان بهالحكي؟ لا مزبوط معك حق السلام عليكم الله معك ابن العم ألو كيفك مطيع؟ الحمد لله أنا بخير شلونك أنت؟ ماشي الحال اسمع مطيع أنت إمتى دوامك اليوم على الحدود؟ صباحي ولا مسائي؟ صباحي؟
وإمتى بينتهي؟ نعم؟ يبتدي الساعة 2:30 بالليل وبينتهي الساعة 10:30 الصبح؟ طيب اسمع، أنا بكرة بدي أطلع من البلد ومعي شوية دولارات، إيه، وراح أجيك الساعة 9:30 الصبح، منيح هيك؟ ولا يهمك ولا يهمك، راح أجي على الوقت المحدد. شلون؟ إذا ما لقيتك تحط لي حدا من زلمك؟ شو اسمه؟ عبد الرحمن؟ طيب ولا يهمك، أنا ما راح أتأخر. إيه إيه، وأكيد راح أجتمع فيك قبل ما يخلص دوامك. ماشي الحال، اعتمدت عليك ها؟ تسلم لي. الله معك، مع السلامة. يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. بتحب تدفع مصاري ولا تسحب؟ بصراحة أنا زبون جديد وبدي استفسر عن بعض الشغلات. تفضل. يا ترى فيني أفتح حساب بالعملة الأجنبية؟ طبعا. طيب وبقدر أحط المبلغ برسم الوديعة المجمدة؟ طبعا بتقدر تحط عنا وديعة مجمدة من 3 شهور لسنة أو أكثر إذا بتحب. طيب عفوا، شو التسهيلات اللي بيقدمها البنك عندكم؟ في عنا بطاقة مصرفية، تحويلات للداخل والخارج، وعنا عجل عجل شوي أخي، مستعجل الله يخليك. لحظة يا أخي لحظة، بدنا نفهم من المخلوقة. ولك أخي روح أقرأ النشرة، هاي قوة سحب العملة مو قوة استعلامات. يا حبيبي خلصت، بس طول بالك شوي علي لحتى أفهم من المخلوقة. عفوا، يا ترى شو الحد الأدنى لفتح حساب مصرفي عندكم؟ الحد الأدنى 5000 ليرة سورية أو ما يعادل 25000 ليرة سورية بالنسبة للعملة الأجنبية. طيب ويا ترى في قروض أو تسليف؟ ولك حبيبي اطلع استفسر من مدير البنك. الله يخليك، مستعجل شوي، خلصني اعمل معروف. لك يا حبيبي طول بالك علينا شوي بس حتى نفهم من المخلوقة. استاذ، قروض وتسليفات عم نعطيها للتجار والمشاريع الخدماتية والسياحية. طيب ويا ترى في عندكم فرع تاني بالقطر؟ عن قريب رح نفتح فرع باللاذقية وحلب وحمص. ممتاز ممتاز كتير. طيب ويا ترى اللهم جيبك يا طولة البال. لك أخي عجل شوي اعمل معروف، شو بك؟ شرف أخي، بطلنا نسأل، تفضل. يعطيك العافية، حضرتك جديدة هون مو هي؟ أي والله استاذ. بدي اسحب مبلغ لو سمحتي. الشيك اذا بتريد. حاضر على عيني. Thank you.
يعطيك العافية. الله يعافيك، أهلا وسهلا. أنتم من طرف مطيع مو هيك؟ ممكن الوراق لو سمحت. خير في شيء؟ وينه مطيع؟ يمكن أنا تأخرت عن الموعد. ممكن تعطينا أوراقك؟ أنا حازم مدير شركة أعرف. ممكن تعطينا أوراق السيارة؟ على عيني. تفضل. سيدي لقينا المصاري كلهم دولارات. سيدي هاي المصاري إلك؟ صدقني ما بعرف، ما بعرف صدقني. أصبح تفضل معنا لحتى تفسر سبب وجود المصاري بسيارتك. خدو. جار. أهلين أستاذ حازم. أهلين بزمتك يا أبو هيثم. إيدي على راسك، مو أنت اللي خبرت الشرطة وقلت لهم بدي هرب مصاري برات البلد؟ نعم. عن شو عم تحكي أنت جار؟ بزمتك تحكي صراحة، مو أنت اللي خبرت علي؟ مو أنت اللي فسدت عني؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يثبت علينا العقل والدين. أنت، أنت ما في غيرك، أكيد أنت. أنت لكن مين؟ أنت، أنت والله أنت. انت، انت ما في غيرك، انت اللي فسدت علي. اذا كنت انت قول 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 قول، لا تخاف ما بعمل لك شيء. لا مو انا اخي. لك مين؟ لا تجننوني. شو بيعرفني شيء؟ لا سيدي بدك تعرف، لانه انخرب بيتي بالاخباريه، اكثر من مليون دولار لهفوا مني. روح عنا يا، هذا اللي كان ناقصنا والله. انت، انت ما في غيرك، شو مفكرني ما بعرف؟ مين بلغ عني يا ترى؟ مين؟ معقول يكون صاحب البنك؟ مين؟ مين يا ربي مين؟ معقول يكون مطيع؟ مين؟ معقول يكون موظف الحدود؟ يا ربي مين؟ مين؟ رح أجن. انت، انت ما في غيرك، لا تبحلق فيه بهالطريقه. بدك تقر وتعترف غصب عنك. ليش فسدت علي ولا ليش؟ اياك تنكرها، اياك. ما حدا بيعرف اني بدي هرب المصاري غيرك، بقى لا تلف وتدور. لاني ما رح صدقك ولو بلعت ورق المصحف. انت مو هيك؟ انت، انت ما في غيرك. مو انت؟ ولك شلون مو انت؟ لا تجنني ها؟ مين بدك هو غيرك يعني؟ مين؟ ها؟ ابن العم أبو زعفير؟ كمان بجوز؟ قسما بالله ما في غير ابن العم أبو زعفير. بس 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 بركي ما كان هو. لك يا عالم رح أجن، رح أهستر. أنت بدك تضوعني؟ ما في غيرك اللي فاسد علي يا كلب. انت اللي فسدت علي يا حقير. خذك يا thank you.
ايه لا لا خلاص لا تعملوا شيء خلاص خلاص متأخر ساعة وبجي ايه ماشي خلاص لا تشوفوا حدا يلا سلام شو ها حليب بس انا ما طلبت حليب هي تعليمات المدام طيب تأمر شي تاني سلامتك صباح الخير عمتي صباح النور شو انت اللي طلبتي لي حليب بدل القهوه معلوم لانه عندك فحص الحليب مفيد ومغذي وبنشط الذاكره بقى شلوني معك معك حق بس هذا اذا كان في شيء بالذاكره اصلا يعليم الله مو اذا بشرب كاسه حليب اذا بشرب برميل حليب ما راح استفاد شيء المشكله اني المعلومات نسيانها تماما وما صح لي وقت لحتى اراجع الماده شو يعني مو ناوي تنجح بالماده وتتخرج من الحقوق وتخلصنا بقى يا حبيبي يا وضاح مو حلوه مشان مركزك ومركز ابوك بعدين لا تنسى انه البابا من الشخصيات المهمه بالبلد والله يا عمتي عم ببذل جهدي بس القصه انه مسؤولياتي كبيره والوظيفه اللي مستلمها كتير كبيره وحساسه ما اختلفنا بس ما بقي عندك غير ماده واحده وبس بقى ادرسها وخلص منها وانصرف لشغلها يعني معقول 7 سنين بالجامعه وما عرفت تتخرج المشكله انه المسؤوليات اللي فوق راسي ما عم تخليني لحق ادرس حتى طيب يا عمتي ليش عم تعذب حالك وتدرس من الاساس شو هالحكي شلون لكان بدي انجح اذا ما بدي ادرس ما بعرف والله شلون اولاد هالمسؤولين واللي اصغر منك بالمركز عم ياخذوا شهادات طويله عريضه وبدون ما يفتحوا كتاب بقى ليش ما بتستفيد من صيت ابوك يا عمتي شو بكي محلك تعرفيني انا مو مثل غيري ليش يا حبيبي ما تكون مثل غيرك انت فيك بكل بساطه تجيب استاذ الماده وتحكي لك معه كلمتين وبينشحك دغري وانا بوعدك انه ما دري ابوك بالموضوع لا القصه مو يدرى وما يدرى مو هون المشكله انا بعرف انه الاستاذ بيتمنى ان يطلب منه هيك طلب بس القصه اني انا ناوي انجح بعرق جبيني انا ما بدي استغل مركزي ولا وضع ابي بالدوله مشان هيك شغله سخيفه شغله سخيفه خلص وضح اعمل اللي بيريحك انا ليش عم وجع راسي معك انت حر عم شاكر امرك معلم خليه يجهز السياره طالع بعد 10 دقائق على عيني اهلا وسهلا مولانا شرفتونا اهلين وسهلين بتحبوا وصيكم على قهوه او شاي سيدنا ليش انتم بالعاده بتضيفوا الطلاب شاي وقهوه اثناء الفحص لا طبعا بس انتم وضعكم خاص سيدنا واجبنا نكرمكم لا معلش ما بدي شيء تفضل شوف شغلك تفضل ادخل صباح الخير دكتور صباح خيرات اهلين تعرف مين جاي يقدم مادتك اليوم؟ لا والله مين يعني؟ وضاح مين؟ وضاح؟ ايه دكتور ليش وصي؟ صار بالقاعة لا حول ولا قوة إلا بالله كل فكري إنه مو ناوي يقدم هالمادة هالدورة ليش عفوا دكتور انت شو بتفرق معك سواء قدم ولا ما قدم؟ لو عرفان بده يقدم هالدورة كنت سهلت الأسئلة شوي الله يستر يا رب امشي امشي لهلاك سؤال مستعصي عليكم او مو واضح انا بوضح لكم اياه لا لا معلش كل شيء واضح شكرا دكتور يعني فكري اذا عندك شيء استفسار او شغله غامضه هيك يعني ممكن انا اساعدك سيدي شكرا لك شكرا لك يسلم ايدي ما في داعي سيدي بالنسبه للسؤال الرابع المقصود منه انه تنازع القوانين معلش دكتور رؤي بالنسبه لي كل شيء واضح يا ريت تشوف باقي الطلاب اذا حدا لازمه شيء اي سيدي مثل ما بتمروا امرك سيدي شوفوا حبيباتي يلي عنده أي سؤال أو استفسار أو توضيح يسألني عنه أنا موجود هون لخدمتكم ومساعدتكم حبيباتي أنتو روحي
تشرب شيء؟ قهوة سادة. أهلين حبيبي، طمني، شلون قدمت؟ زفت. يعني ما بتنجح؟ عم قلك لك زفت، شلون بدي ينجح يعني؟ الأسئلة كانت صعبة؟ والله إذا واحد مو محضر مثل حكايتي ما رح يعرف إذا الأسئلة صعبة ولا سهلة. إيه؟ شو ناوي تعمل؟ شو بدي أعمل يعني؟ رح أستنى للدورة الجاية. كمان في دورة جاية؟ إيه ولي علينا على هالقصة. احترام عليك. عليك. الدكتور لؤي برا وطالب يقابلكم. مين دكتور لؤي؟ أستاذكم بالجامعة. إيه خليه يفوت وصينا عطينا قهوة. حاضر. صباح الخير مولانا. اهلا وسهلا. يا اهلين 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 بكم. تفضل سيدي. الله يعطيكم العافية يا رب. الله يعافيك. خلينا ياكم. شلون الجامعة معك؟ والله تمام يا سيدنا، والحقيقة أنا حبيت أجي أول واحد مشان أهنيكم وبارك لكم. بإيش بدك تبارك لنا؟ بالتخرج مولانا. تخرج؟ ما عم بفهم عليك، تخرج من وين؟ من عنا سيدي، من الكلية. يعني مثل ما بتعرفوا حضرتكم تخرجكم موقف على مادتي. صحيح. وهي نجحتوا والحمد لله، ألف مبروك يا سيدي. أنا؟ ومو أي نجاح يا سيدي. سيادتكم حصلتوا على أعلى علامة بالصف، 98 من 100. دكتور أنت شو عم تحكي؟ سيدي مبارح خلصت تصحيح الأوراق، وبصراحة مثل ورقتكم ما شفت ولا عيني رأيت. دقة في الإجابة، إيجاز بالشرح، إحاطة كاملة بالمواضيع المطروحة، إلمام واسع بأدق التفاصيل الأمثلة، يعني غير شكل. شو هالحكي؟ مثل ما عم قلكم مولانا. إيه بس أنا مو هيك أبداً. هذا تواضع منكم يا سيدنا. لك حبيبي لا تواضع ولا بطيخ بمسمر، وهذا الكلام اللي بتقوله غير دقيق على الاطلاق. انا بعرف حالي شو مجاوب، وبصراحه انا ما عرفت جاوب على ولا سؤال. كل الكلام اللي كتبته قطش ولحش ما بيستاهل 4 و5 علامات، مو 98. شو مو انت اللي مصلح الورقه؟ انا مصلحها. شوف دكتور، يكون بعلمك انه سياسه الكل بمكيالين انا ما بحبها ابدا، واوعك تتبعها معي. يعني بدك تعاملني مثل ما بتعامل باقي الطلاب، ومالك مجبور تميزني عنهم بشعره واحده. بس انا كنت. ويا ريت هالحادثه ما تتكرر ابدا. انت سلمت الاوراق للامتحانات ولا لسه؟ لا سيدي لسه. اصبح بتصحح لي علامتي وتشطب لي 98 وبتحط لي 5 أو 6، يعني العلامه اللي بستاهلها. بس يا مولانا؟ ايه بس، هذا اللي بستاهله. طيب شو رايكم يا سيدنا نقسم البيدر بالنص، يعني وحط لكم علامه 50% حتى تنجحوا بالماده وتتخرجوا سيدي. معلش دكتور، انت لا تكلم تخرجي، أنا عملت حسابي وخلصت مشان أتخرج الدورة الجاي. أمرك سيدي، أمرك. الله يخلي لنا إياكم مثل ما بتأمروا. الله يحفظكم ويحفظ الوالد درع لهالوطن ويجعله حجر الزاوية إلهي. خير لؤي، شبك؟ بتعرفي ورقة مين هي؟ وشو بده يعرفني يعني؟ هي ورقة وضاح. ومين هذا؟ ها وضاح ما غيره؟ اي نعم يا ستي، وضاح بعينه. وشو يعني ليش متكركب كل هالقد؟ لاني ماني عارفان شو بدي اعمل معه. الدورة الماضية حطيت له 98 من 100 وما عجبه. قديش بده لك؟ 100%؟ لا ستي، طلب مني رسبه بالمادة وحط له 7 من 100. منيح، معناها الزلمة ما بيحب يحرجك وما طلب منك أكثر من حقه. هذا الحكي كان الدورة الماضية، بس هلأ كيف بدي أتصرف معه؟ يعني قديش فكرك حط له علامة؟ حط له اللي بيستاهله. ما بيستاهل أكثر من 7 من 8 علامات. ليك أجوبته، ليك أجوبته شي من الشرق وشي من الغرب، كله تخبيص التخبيص. إيه خلاص، حط له 8% وصلى الله وبارك. هو أنا رح حط له، ما بتفرق معي، بس بركي زعل. بخاف يكون هالدورة عامل حسابه يتخرج فيها، لأنه تخرجه كله موقف على مادتي. طيب أنت ساعده بالمعقول، مو ضروري تنبحت كتير وتحط له علامة عالية. وأنا هيك عم أقول، أصبح رح حط له علامة النجاح، يعني على الحفة رح حط له 48 من 100، وهيك ما بيحس هو إني التمسته. ليش ب48 علامة بينجح؟ بالعادة علامة 48 بيجبروها وبيزيدوها علامتين بالامتحان. إيه خلاص، حط له 48 وخلص من هالشغلة بقى. وانتي قلتيها بقى، خليني اخلص من هالمصيبة حتى اعرف نام
الله وكيلك كل دورة عم ضل ماسك قلبي بإيدي لحتى يخلص فحص ويطلع من القاعة. يعني كل شيء توقعته إلا أنه يصير وضاح بجلالة قدره طالب عندي وأنا مسؤول عن مستقبله. إيش هو الورطة هاي؟ إيه دكتور، ما قلت لي قديش علامتي هالمرة؟ 48 زائد 2، بس هالعلامتين مو مساعدة مني لا سمح الله، لا ولو منيتي على حالي، هدول بينعطوا لكل الطلاب بالامتحان. ويا ترى كيف زبطت معك على 48 تمام؟ سيادتكم يلي زبطوها مو أنا، يعني إجاباتكم بالورقة كانت على قد علامة النجاح تماما، لا زيادة ولا نقصان، سبحان الله. بقى اسمحوا لي يا سيدي هنيكم على هالعلامة وعلى هالثقة بالنفس يا مولانا. لا سيدي ما حذرت، أنت كمان هالمرة عم تتبع سياسة الكلب بمكيالين، بالرغم من أني محذرك أني أنا ما بحب السياسة أبدا. بس أنا هالمرة عطيتكم العلامة اللي بتستاهلوها تماما يا سيدي. العلامة اللي بستاهلها هي 8، لأنه أنا كمان هالمرة ما جاوبت على ولا سؤال إلا على ربع السؤال الأول اللي تذكر جوابه بالصدفة. بقى أرجع للورقة وحط لي 8 وبلا الحركات معي. لك شو بك أنت؟ شو ناوي تنحبس يعني؟ أعوذ بالله يا سيدي، شو انحبس؟ مثل ما بتأمروا بيصير، الله يخلينا ياكم ويخلينا الوالد فوق راس هالوطن ويجعله مفخرة وزخر. والله كتر خيره هالزلمة، يعني عم يعذب حاله مشان يدفشك وتنجح وانت عم تتمقطع فيه. لك يا عمتي القصة أنا لا تمقطعت فيه ولا شيء، أنا بكل بساطة ما بحب حدا يدفشني لا لورا ولا لقدام، أنا بدي انعطى حقي وبس. ما اختلفنا حبيبي، بس يعني لأيمتى بدك تضل عم تقدم هالمادة؟ طلعت إيد المسألة. بدي ضل عم أقدمها لحتى أنجح فيها بعرق جبيني. دخيلك أنت وعرق جبينك، صرنا مضحكة قدام العالم. يعني معقولة يا وضح 7 سنين بالحقوق وما كنت تعرف تتخرج؟ إيه والله طخينة. أنو عالم هدول اللي صرنا قدامهم مضحكة؟ شلون أنو عالم؟ كل نسوان المسؤولين اللي بعرفهم بيتبهوروا قدامي إنه جوازهم وولادهم أخذوا الشهادات وبدون ما يحملوا مادة واحدة. لا والأنكى من هيك إنه في منهم بياخدوا الشهادة برفة عين، وأنا بلبد وبسكت لما بسمع هالحديث. إيه لا تلبدي ولا يهمك، بتقليلهم ابن أخي ما بيليق على حاله ياخد شهادته من فوق الأساطيح مثل ما عم يعملوا جوازهم وولادهم. من فوق الأساطيح من تحت الأساطيح، المهم تلحلح بقى وتخرج وخلصنا. أخ بس لو أبوك يقبل كنت قلت له، بس المصيبة ما بيقبل. لو أنت كمان طالع له بهالشغلة. خلص خلص لا تدوشي، بوعدك اني السنة الجاية رح انجح بالمادة ورح فرغ من وقتي كل يوم نص ساعة لحتى راجع منيح ولحتى انجح فيها. اها كل مرة بتقول نفس الكلام وبتقضي ليها رايح جاي على المكتب وبدون ما تفتح كتاب. ايش بدي ساوي يا عمتي؟ الشغل ما بيرحم ومستهلك كل وقتي، مصالح الناس بدها تفرغ كامل، بس مع هيك انا رح ارجع اقدم المادة ورح اجتهد بركي بنجح مشان اخلص من النق تبعي. هلا هيك عم تحكي عن عمتك يا وضاح؟ صرت انا عم نق مو هيك؟ ايه؟ شو عليه؟ يعني بالشوم عليك بس. يا شو بنا عمتي؟ عم نمزح معك، شو بنا؟ بلا بس لخلص هالكم ورقة اللي بإيدي. ها وهي ورقة وضاح يا حبيبي، معبي لي الصفحة وشو قفا مثل العادة، بس هالمرة ما رح أعذب حالي. ها وهي رح حط له 9 من 100 بلا ما أسمع لي كم كلمة من جنابه. بالفعل هالوضاح ما بتبين معه المنيحة منوب. مو هيك؟ يعني فوق ما عم ساعده بالمادة وعم نجحه وما عم يعجبه. ايه خلص يصطفي، حط له العلامة اللي بده اياها، انا تخرج ولا ما تخرج انت شو جايك؟ قلت هيك مو جايني شي، وهالمرة حطيت له 9 من 100 مشان اكسب حالي وارتاح من نقه. هيك احسن، المفروض من الاول تحط له العلامة اللي بيستاهلها لحتى وقت ينوي ينجح ويتخرج هو اللي يطلب منك المساعدة مو انت اللي تعرضها عليه. هذا الكلام المزبوط. اصبح حبيبي قوم نام بقى وخلصنا، صارت الساعة 1. يلا يلا رح خلص. يا حبيبي شو هاد؟ خير ان شاء الله، شو في كمان؟ هاي ورقة واحد تاني.
ورقة مين يعني؟ هاي ورقة ابن أبو غيس. ولك منين عم تجيني هالبلاوي ما بعرف. عم قول لحالي ليش في بالقاعة مرافقة تانية تاري مشان ابن أبو غيس، بس قسما بالله ما انتبهت له، كان قاعد ورا. هلأ ذكرت ورا كان قاعد. ايه وشو رح تعمل؟ خلاص هاي 50% وصلى الله وبارك، لأنه بصراحة مو ناقصني كمان وجع راس مع أبو غيس. حاكم هداك ما معه مسح منه. بس أبو غيس مرتبته أصغر من مرتبة أبو وضاح. صحيح، بس لا تخافي إلا من هدول. طيب اقرأ الورقة بالأول، بركي الصبي بيستاهل أكتر من هيك. لا ستي، بعرف مستواه منيح، بحياته ما فتح كتاب، وكل المواد اللي نجح فيها قبل مادتي نجح فيها من فوق الأساطيح. بقى خليه يتخرج وينزل هالهم على كتافي بقى، واخلص من بلاوي المسؤولين. ايشو طالعيني باليانصيب هدول؟ كم ورقة بقيان؟ 5 ورقات. بس بتعرفي والله انا نعست تماما، وما عاد فيني حيل، ما عاد فيني فتح عيوني. رح حط لهم 50 على ابو جناب، ما حدا احسن من حدا. ايه معك حق اختي، حط لهم 50 وخلصنا بقى. يلا يلا. ايه دكتور؟ نعم سيدي. خلصت تصحيح الاوراق؟ ايه نعم يا سيدي، امبارح ما نمت لحتى خلصتهم. ايوه طمني، قديش حطيت لي هالمرة؟ هالمرة حطيت العلامة على طلبكم مولانا، 9%. 9؟ شوفوا سيدي، إذا كثير 9 أنا ممكن أنزلها للسبعة، ها؟ لأني بصراحة يعني اضطريت إيدي معكم شوية. دكتور شو عم تحكي أنت؟ هلا أنت عن جد مصحح الورقة؟ طبعا سيدي. إيه بس أنا محضر المادة كثير منيح هالمرة، وكنت متوقع اخذ اقل شيء 80، بقى شلون زبطت معك هي؟ شو الحكي سيدي، لا تقولها دخيلها. والله قلتها وخلصت. دخلك؟ نعم. ابن ابو غيس قديش حطيت له؟ 50. اي بس انا شفته لغيس بعد الفحص، وقال انه ما جاوب على ولا سؤال، بقى شلون له بتحط له 50 وقولي بتحط لي 9؟ لك شفت انك عم تكيل بمكيالين؟ لا حول ولا قوة الا بالله، مشان الله سيدي لا تأخذوني، الله يخليكم، ملحوقة يعني ولا يهمكم، يلي بدكم اياه بيصير، انتوا امروا يا سيدي وبس. ارجع ارجع هلا فورا وصلح لي ورقتي مثل العالم والناس، ولا تلتمس حدا ابدا، فهمت دكتور؟ حاضر سيدي، حاضر حاضر مثل ما بتقول. الله يخليني اكل. تفضل. كن حاضر. مرحبا. طمني، سلمت العلامات؟ سلمتها الصبح وتعلقت دغري. دخلك؟ قديش عدد حطيت لوضاح؟ 82%، خليه ينجح بقى، حاجته خطي مسكين، هي رابع دورة. وابن أبو غيث قديش حطيت له؟ 4%. إيه أنت كنت رايح حالك من الأول وحط لكل واحد اللي بيستاهله. يلي بيستاهله؟ لك شو عم تحكي أنت؟ شو عم تحكي؟ ألو، ألو نعم. نعم أنا دكتور لؤي. شلون؟ إيه طيب. إيه لا لا حاضر حاضر. فورا أنا بجي، هلا بجي فورا. خير يا طير، شو بك صفر لونك؟ أبو غيس. شو؟ طالبني فورا لمكتبه. بعرف على هوا ما تخلص معي المعاملة. وريدة معاملات إن شاء الله، صار لك 4 أيام راكد ورا هي المعاملة، دخلك إمتى بتخلص بقى؟ عم تقلي لي إلي؟ إيه أنا شو دخلني؟ أنت التاني كنت لاقي لك شي معقب معاملات، أعطيلك يا قرشين وخلصنا القصة. هو لو عرفانة معقدة كل هالقد كنت سلمت لمعقب معاملات وارتحت، بس قلت لحالي كلها معاملة تسجيل بالتأمينات، يعني شو رح تاخذ معي وقت؟ يا دوب ساعة زمان. وهالساعة زمان مطت 4 أيام، وهي اليوم الخامس. لك أستي راح لكتير وما بقي غير القليل، ورائي كلها جاهزة، وما ضل علي غير إني اشتري الطوابع وألزقن على المعاملة وناولها للموظف. ايه وبعدين؟ ولا قبلي، أبي أدفني الموظف كم يوم زمان لتتوقع المعاملة وانتهت السيرة. ايه الله يهون عليك يا رب. ومنين بدك تشتري الطوابع؟ نهنيك، إلا تبيعين طوابع يعني؟ يجيب لك معي كم طابع؟ لا كتر خيرك، العادة اللي طلع معك. يلا ستي، باي باي. باي باي حبيبتي. باي. يا سيدي هاي صورة عن قرار التعيين،
وهي صورة عن تاريخ المباشرة. قلت لي انت خادم عسكرية ما هي؟ اوه من زمان يطعمك حجي والناس راجعة. وهي صورة عن قرار الإجازة أيام سوقي لخدمة العلم. ماشي ماشي. وهي صورة عن المباشرة بالدوام بعد انتهاء سوقي لخدمة العلم. اسأل الله هذيك الأيام. وهي تفصيل بيان بالراتب. تفضل. لأنو سنة ها؟ كل سنين خدمتي. الله وكيلك مأمئة عيون الموظف يلي طلع لي وهو عم يكتبه. شغلته هاي شغلته حبيبي، ماله مني عليك أبدا. ماشي الحال. إيه سيدي شو بدك مني لسه؟ بدي صورة شخصية. إيه صحيح كنت رح أنسى. تفضل هاي الصور. صورك هدول؟ صوري لكن صور جارنا. وليش هيك عابس؟ أخي سبحان الله أنا ما بعرف ابتسم وأنا عم بتصور، يعني يا أما بفرط من الضحك وبسخسخ يا أما بعبس وبحط العقدة، ما عندي حل وسط أبدا هيك طبعي. ماشي ماشي. جبت طوابع؟ لا والله. بقى يا ريت تقلي شو الطوابع المطلوبة لحتى نطلب الراجب لك ياهن وأجي. على عيني. بدك طابع مالي بسبع ليرات، وطابع تأمينات بليرتين، وطابع نقابة بخمسة، وطابع حرفيين بعشرة، وطابع عمل شعبي بخمسطعش، وطابع إنماء حضاري بعشرين، وطابع بحث علمي بستة. بس هدول؟ ايه بس انت جيبه تعتبر معاملتك منتهية. يخلي لياك اذا موجودين عندك الزق لياهن وانا بحاسبك. ها ايش شايفني بياع طوابع؟ في 100 كشك برا. اوكي اوكي عدم مؤاخذة حبيبي، اخطأنا منك السماع. شرف استاذ. يسلم وديات. الله يسلمك. قديش حقهم هدول؟ 48 ليرة. ماشي الحال. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل اخي. عشت. شرف استاذ. شو شايفك قطعت 75 ليرة؟ ولو يا استاذ، شو ما بدك يانا نربح؟ الله وكيلك عينا وحفينا لدبرنا رخصة هالكشك. خلاص خلاص مو مشكلة. هلا هدول هنن كل الطوابع؟ لا يا استاذ، بقيان طابع التأمينات، وطابع النقابة، وطابع الحرفيين. ومنين بدي اشتريهم هدول؟ كل واحد من محله. كيف يعني ما فهمت؟ يعني طابع النقابة من نقابتك. ايه. وطابع الحرفيين من نادي الحرف، وطابع التأمينات من التأمينات الاجتماعية. شو الحكي؟ هلأ معقولة اطرق مشوار على التأمينات مشان طابع بليرتين، ومشوار على نادي الحرف مشان 10 ليرات؟ والله يا أستاذ لو بقدر بخدمك ما بقصر. ماشي الحال أخي، يعطيك العافية. الله يعافيك. هلأ ليش ما عم تصدقيني؟ عم قلك أخذت تاكسي وطرت على نادي الحرف طيران واشتريت الطابع، بعدين رجعت على النقابة اشتريت من هنيك طابع النقابة وبشي على التأمينات لأشتري طابع ليرتين تبع التأمينات. ايه اشتريته؟ لا ما لحقت لأني وصلت الساعة 12 وربع والصندوق بسكر الساعة 12. قاموا قالوا لي رجع تاني يوم. هلأ معقولة تتعطل يوم تاني مشان طابع بليرتين؟ عجبك على هالشغلة؟ الله وكيلك حطيته إجور مواصلات أتحقق طوابع على 10 مرات. وما عرفت تدبره لطابع التأمينات منين من كان؟ كنت حل كيسك شوي وشوف شلون بتدبر الطابع. هلأ مو محرزة ندفع رشاوي مشان نشتري طابع انت التانية؟ تصطفي انا عم احكي من شانك. انا اللي ما كنت افهمه ليش طابع التأمينات مدلل كتير ونيقة عن الخليقة وما بينباع غير بمؤسسة التأمينات. انت قول شو الطوابع كلها من عين اصلا؟ خلاص الواحد بيدفع رسوم للمالية عن كل معاملة وخلصت السيرة. هيك بيعملوا بكل دول العالم. يعني لما بتشتري شيء استمارة مشان أي معاملة بتدفعي ضريبة دغري وما في داعي لتنشفي ريقك بتلزيق الطوابع. فعلا هالشغلة ما بينسكت عنا. ما بينسكت منوب لأنه مو معقول نفوت على القرن 21 ونحن بهالعقلية الخنفشارية. على كل حال أنا بكرة بس اشتري طابعي وأمن عليه ولزقه على المعاملة بدي أقدم شكوى رسمية بهالخصوص. لمين؟ لمين يعني؟ لمدير عام الطوابع بالذات. وبكرة بتشوفي. شرف استاذ. يسلموا ايديك. هلا هذا هو الطابع الميمون؟ هذا هو. لك تسلم لي عينه ما احلاه. بدك صراحه بيستاهل هالطابع يدلل كل هالقد. دخيل عينك بدي اسالك سؤال. تفضل. السيد مدير عام الطوابع والاضابير وين بداوم هذا؟ مديريه الطوابع دوار المتحلق الخامس. ماشي الحال. تفضل اخي. ما في فراطة، يا بدك تصرف يا بسامحنا لك مالي. لا لا مسامح دخيل عينك شو التجرة. الله معك. تفضل استاذ.
هي هي كل الطوابع المطلوبة، بس اوعك اوعك دخيل عينك ويستر عرضك، دير بالك منيح على طابع التأمينات، هذا مدلل كثير. وليش تأخرت كل هالقد؟ مو على أساس رايح تجيب الطوابع بربع ساعة وترجع؟ صار لك يومين غايب. هيك والله، إلا تمروة مني بعيد عنك. بتريد إلزق الطوابع؟ إلزقن عنك؟ أكيد بيكون ريقك نشفان من كتر اللزق. لا يسلموا، رجع بعد أسبوع بتكون المعاملة توقعت من المدير. ماشي الحال، يعطيك العافية. الله يعافيك. عفوا يا أنيسة، السيد مدير عام الطوابع والأضابير موجود جوا بمكتبه يا ترى؟ في موعد؟ لا والله هو ما في موعد، بس حابب أقابله إذا ما فيها سئلة. مين حضرتك؟ ما بيعرفني هو، أنا مواطن عادي وحابب أقدم شكوى. لحظة شوي. تفضل، المدير العام بانتظارك. شكرا لك. يعطيك العافية أستاذ. أهلا وسهلا، تفضل ارتاح. شكرا. خير، شو مشكلتك؟ مو مشكلتي أستاذ، يلي بدي أحكي لك يا مشكلة عامة. تفضل تفضل، عم بسمعك. يعني يا أستاذ، يلي أنا مستغربه إنه كل شيء بالعالم عم يتكتل ويتوحد ويندمج إلا عنا. عفوا، ما فهمت عليك. يعني أوروبا رح تتوحد، الشركات العملاقة عم تتحد، الأسواق الاقتصادية عم تندمج، ونحن لهلأ ما كنا نعرف نوحد الطوابع يلي عنا. يعني يا أستاذي، طالما في رسوم معينة مفروضة على المواطن لما بيتعامل بأوراق رسمية مع الدولة، بقى ليش ما بتتحصل هالرسوم بطريقة حضارية وعصرية أكثر من هيك؟ شلون يعني؟ يعني بدل ما يشتري طوابع مالية وعمالية وعمل شعبي وتأمينات ومجهود ونقابة ومدري شو، يشتري طابع واحد بقيمة الطوابع كلها، والدوائر بعدين تعمل تنسيق واتفاق مع بعضها، وكل مين بياخد حصته من حق هالطابع. فكرة وجيهة كتير. هاي وحدة أستاذنا. الوحدة الثانية، ليش في طوابع مو مطروحة بالسوق؟ ليش؟ يعني شو الحكمة العظيمة إنه ما ينباع طابع التأمينات مثلا غير بمؤسسة التأمينات؟ يعني معقول المواطن يركب تاكسي لآخر الدنيا ويدفع أجار مواصلات 200 ليرة مشان طابع بليرتين؟ كمان فكرة وجيهة. شو اقتراحك بالموضوع أستاذ؟ اقتراحي يا أستاذنا هو توحيد الطوابع على أقل تقدير. يعني ليش هالطوابع مشتتة ومفرقة ما كنت أعرف؟ يا سيدي خلينا نشعر بوحدة الطوابع على أقل تقدير. ولا بفكرك كمان ما بنقدر نوحد شيء؟ لا لا، بس فكرك بيحاربونا من الخارج يعني؟ مو هذا القصد استاذ، بس انا ما بظن الاصلاحات الاداريه والقطاع على الروتين البغيض بقض مضاجع الغرب، هذا امر محلي. ولا اقولك الاصلاحات الاداريه ما منمون عليها كمان؟ لا لا لا، مو هيك القصه، بس انا عم بقول يا سيدي توحيد الطوابع مطلب جماهيري حساس كتير، واذا كان ما في امكانيه لاقامه هيك وحده او اندماج، فيا ريت تنطرح كل الطوابع للبيع بالاسواق وتكون بمتناول المواطن وين ما كان. هو الحقيقة أفكارك معقولة كتير أستاذ، وأنا كمدير عام للطوابع والأضابير وعضو دائم بلجنة تحديث القوانين والقفز على الروتين وعضو بمؤسسة تطوير العمل الإداري العليا لمواجهة تحديات القرن المقبل، رح أتبنى هالاقتراحات هي وأطرحها للمناقشة بأول اجتماع. يا سيدي بارك الله فيكم. لحنا يا أستاذ بابنا مفتوح دائما ولكل المواطنين، والعصر هاد كما هو معلوم عصر تبادل آراء وحوار، بالإضافة لكونه عصر انفتاح. منشان هيك أنا عم بفتح الباب دائما ولو بعز البرد، وإن شاء الله انتسف من بردي نسف، وكله في سبيل المصلحة العليا. ولحنا هون منهتم بكل شكوى وبأي مقترح وما منهمل شيء أبدا، وشعارنا الوحيد دائما هو المواطن على حق. يا سيدي اخجلتمونا تماما، والحقيقه الواحد بينبسط كتير لما بيقابل مسؤول واعي ومنفتح وعصري مثل حضرتك. شكرا. بس اذا ممكن في لي طلب صغير عندك. اتفضل استاذ. يا ريت هالمقترحات الجريئه والبناءه اللي حضرتك قلتها تكتبها وتقدم لي اياها. ايه على عيني استاذ، مو مشكله، هلا بكتب لك اياها، اعطيني ورقه وقلم لو سمحت. لا لا، هون ما بيمشي الحال، لازم تقدم شكوى رسميه مشان نقدر نتبناها. كيف يعني استاذ؟
يعني نزل على الكشك اللي تحت واشتري استمارة وطلبوا عبيهم وسجلهم بالديوان بشكل نظامي وإن شاء الله بصير خير. بسيطة أستاذ، هلأ بكتب الشكوى. بس لا تنسى تحط طابع الشكوى. كمان الشكوى بدها طابع؟ إلك كل شيء له أصول حتى يصير قانوني. وين بلاقي هذا الطابع؟ موجود هون يا ترى؟ طبعا لا، شو دخلنا لحنا بهيك طابع؟ هذا بتشتريه من مديرية الشكاوي والاعتراضات بالدوار المتحلق الثالث. لا تعليق. تفضل. احترام سيدي. اهلين رقيب حسان، طمني شو صار معك؟ كله تمام سيدي، نقلنا كل المصابين على المستشفى والحمد لله انه ما في ضحايا بالحادث. فعلا الله ستر، مع انه الميكرو قلب ثلاث قلبات وفات بالمنصف. فعلا سيدي، يعني اللي بيشوف منظر الميكرو بعد الحادثه بيقول ما طلع منه المخبر. وكيف حاله المصابين؟ كلهم بخير سيدي، بس للاسف الشديد في واحد بالعنايه المشدده ولساته غايب عن الوعي. بلغتوا اهليهم؟ طبعا سيدي، طبعا نبشنا جيوب المصابين وتعرفنا على اسمائهم من خلال اوراقهم الشخصيه. طيب ماشي، الله يعطيكم العافيه. بس سيدي لفت نظرنا شغلة صغيرة أثناء التفتيش. خير، شو هالشغلة؟ ونحن عم نفتش جيوب المصاب تبع العناية المشددة وجدنا بجيبته خريطة. خريطة؟ خريطة شو؟ ما بعرف سيدي. هي فعلا غريبة. خريطة شو هي ترى؟ في عليها إشارات مبهمة وعلامات غامضة بتخلي الواحد يحتار بأمره. طيب ما سألتوا للزلمة عن هاي الخريطة؟ عفوا سيدي، سبق وقلنا لكم انه الزلمة بالعناية المشددة، يعني غايب عن الوعي، ما عم يقدر يحكي، نعم. ايوه، راح عن بالي والله. طيب ماشي، اترك لي هاي الخريطة أنت وروح لشغلك، الله يعطيك العافية. حاضر سيدي. ألو، احترامي سيدي. أنا إبراهيم المعياري رئيس مخفر حي التايبين. سيدي، في مجال اجتمع فيكم خمس دقائق؟ أمرك سيدي، أنا جاي فورا. احترامي. احترامي. الغريب بالموضوع أنه هالخريطة بدائية كتير وبخط اليد، بعدين هالإشارات غريبة ما مرق علي مثلها، مساقط ومربعات ومثلثات وأحداثيات ملعبجة. ما هذا اللي نفط نظرنا سيدي. طيب ما سألتوا الزلمة عن الخريطة؟ المفروض كنتوا تسألوا. عفوا سيدي، سبق وقلت لك أنه صاحب الخريطة غايب عن الوعي وبالعناية المشددة. ايوه، راح عن بالي. طيب شو قلتك؟ معقول يكون صاحبها حرامي وحاطط اشارات على البيوت والمحلات يلي ناوي يضربها؟ ممكن سيدي، وممكن يكون اخطر من هيك كمان. اخطر من هيك؟ ليش لا؟ التجارب علمتنا انه اللي ما بيحسب ما بيسلم. هذا بزمانه لقطنا واحد. معك حق. وممكن يكون جاسوس مثلا او عميل لشي دوله اجنبيه او متورط مع شي جهه معاديه. معك حق، كل شي وارد. طيب سيدي، بتحبوا نحط حراسة على المصاب حوالين غرفته بالعناية المشددة؟ مبدئيا نحط لك كم شرطي لبين ما نخبر الجهات المختصة، لأنه في احتمال كبير أنه هالموضوع ما يكون من اختصاصه. ماشي سيدي، تأمرونا شي تاني؟ الله معك. احترامي. بالفعل هالخريطة غامضة كتير ومثيرة للشك، وفيها رموز غير مفهومة. انتو ليش ما استجوبتوا للزلمة وعرفتوا منين جايب هالخريطة؟ عفوا سيدي، سبق وقلت لك انه المصاب بالعناية المشددة وما قدرنا ناخذ منه ولا كلمة. مزبوط، راح عن بالي هالشي. على كل حال نحن مبدئيا حطيناه تحت الحراسة لبينما نتأكد من شكوكنا. خير ما عملتوا. على فكرة شكوكك يلي قلت لي اياها كلياتها منطقية. نحن عملنا قائم على الشك، يعني إذا ما شكينا بكل الناس ما بننجح بشغلنا. كلام سليم سيدي. وأنا عندي حس قوي إنه هالمصادفة ممكن تهدينا على إنسان خطير كتير ومو عادي أبداً. ويا ما صايرة هيك قصص بتاريخ المخابرات بالعالم. بالفعل سيدي صايرة كتير، لأنه بزمانه نحن لقطنا. على كل حال اترك هالموضوع إلي وأنا رح أتصرف. أنا رح أبعت مجموعة من عناصري حاصروا العناية المشددة وأنت بتسحب عناصرك، لأنه يبدو لي إنه هذا الموضوع من اختصاص فرعنا. مثل ما بتأمر سيدي. Thank you.
يا حكمت بدي تعمل لي دراسة موسعة عن هالشخص هاد، وهي صورته بالبدلة الرسمية، وهي صورته بالملابس العادية، وبدي التقرير يكون على طاولتي خلال يومين أو ثلاثة. حاضر سيدي، منين بتحبوا نبدأ؟ بتروح بتسأل أول شيء أهله وجيرانه وزملائه بالشغل، يعني بدي تلخص لي حياته من لما نزل من بطن أمه لليوم، وين خلق، وين درس، شو تعلم، شو ميوله السياسية، إله حدا من أقاربه مشبوه بشجرة عيلته، يعني هاي الاستقصاءات كلها. حاضر سيدي. بعدين بدي منك تركز على نواحي أساسية، كيف بيفكر، شو بيحكي، كيف بيناقش، ولا تنسى نهائيا وضعه النفسي والاجتماعي والاقتصادي. اوعك الموضوع حساس كتير وبده اجتهاد. اوعك. امرك سيدي، ان شاء الله خلال يومين بكون جبت لك خبره. عفوا، بكون جبت لك كل شيء عنه. ماشي الحال، انصرف هلا. انت اخو لهالشخص؟ اي نعم، انا اخو الصغير. حسيت على اخوك شيء مو طبيعي بالفتره الاخيره؟ يعني بعتقد في شيء من هاد. كيف يعني؟ حدد إجابتك بالضبط. يا سيدي، هو بالفترة الأخيرة صار يشرد ويفكر كتير. بشو كان يفكر ويصفون؟ ما بعرف، الله أعلم. أخوك متجوز شي؟ إيه متجوز، وعنده 3 أولاد. طيب، كان يغيب عن البيت فترات طويلة؟ إيه، بالفترة الأخيرة صار يحب يغيب عن البيت. وين كان يروح؟ بيسهر عند رفقاته. طيب، وأنت تأكدتي من هالشي؟ هو هيك كان يقول، بس أنا بصراحة يعني ما تأكدت إذا كان بيسهر عند رفقاته ولا بيروح لشي محل تاني. وليش ما تأكدتي؟ ما بعرف، حسيت يعني ما في ضرورة لهالشي. طيب بدي أسألك هلأ، أنت علاقتك أنت وياه كيف؟ عادية. طيب كان يحكي معك كتير أو مثلا هيك يفضفض لي؟ مو دائما، أحيانا كانت تمرق أيام يعني ما يحكي فيها ولا كلمة واحدة، يعني مثل اللي حاطط الحزم بالجرن ولا من تمه ولا من كمه. اوف، لهالدرجة؟ طيب شو السبب؟ ما بعرف، علمي علمك. طيب هلأ جوزك بحب يسمع أخبار؟ ايه كتير، بتلاقيه عم يلاحق الأخبار ملاحقة من محطة لمحطة. وكيف بيكون رد فعله لما بيسمع الأخبار؟ يعني بيتفاعل معه ولا بيطنش؟ لا ما بيطنش، بيقعد ساعة عم بيبربر مع حاله لما بيسمع خبر بيزعجه. يعني بيتزمر؟ ايه هيك شي. طيب بيقرأ جرايد؟ ايه، بيمسك الجريدة من آخر صفحة، يعني بيقرأ آخر صفحة وصفحة الرياضة وبعدين بيلحشها. يعني ما بيقرأ أول 4 صفحات؟ لا لا لا، بعمره ما قراهم. طيب حسيتي عليه شي بالفترة الأخيرة هيك عم يتصرف تصرفات غريبة؟ مثل شو؟ يعني مثلا لما بيحكي على التليفون بيصير بيحكي بصوت واطي، بيجيب معه ورق هيك بيقفل عليهم مشان ما حدا يشوفهم، بيجتمع مع ناس غربة، بيلاقي ناس غربة، بيقعد معهم بيحكي معهم مثل هيك يعني. ايه في هيك شيء. طيب سؤال اخير. طيب ليش كل هالأسئلة؟ في شيء يعني؟ لا لا طمني، ما في شيء، مثل ما قلت لك شغلي احصائية بحتة، بس يعني عفوا طالما جوزك بالعناية المشددة ليش قاعدة بالبيت وتاركتي؟ ما تروحي لعنده؟ مالي تاركته، بس جاي اخذ له غيارات ولي على قلبي عليه. يا سيدي ما كان عاجبه شيء، لا الوظيفة ولا الدوام ولا المعاش ولا المركز اللي هو فيه ولا شيء بهالدنيا، يعني زهقان وزهدان وقرفان من كل شيء. قصدك متزمر؟ والله اذا كان هي هي الكلمة المناسبة معناها متزمر. طيب كان يحكي شيء بالسياسة؟ ايه نعم كان يحكي، بس مثله مثل هالناس. كيف يعني؟ يعني من هالأحاديث العادية اللي تسمعها وين ما كان، عن الرواتب والغلا والرشوة، شيء من هاد يعني. طيب ما كان يغمق أكثر من هيك؟ أنا من جهتي ما سمعته. حدا منكم يا شباب سمعوا عم بيغمق أكثر من هيك؟ لا لا, لا, لا ما سمعنا شيء. هاي الدراسة كاملة سيدي، ما فيها شيء ناقص بإذن الله. شو النتيجة اللي طلعتوا فيها؟ إنسان غامض، مريب، متذمر، له اهتمامات سياسية، وضع المادي تعبان شوي، وفي جوانب مبهمة وغير مفهومة بحياته وعلاقاته. ها ها، معناتها شكوكنا طلعت بمحلها. طبعا سيدي، خصوصي انه الدراسة خلت الشبهات عنه تقوى.
أصبح المفروض نحقق معه فورا ونعرف سر الخريطة اللي معه. بس سيدي الزلمة بالعناية المشددة. بلا مشددة بلا مخففة. شوف حكمات، بتروح مباشرة هلا بتجيب لي إفادته أقواله بسرعة. أمرك سيدي. يلا. ما بيصير يفوت يا أخي، شو هالحكي؟ وضع المريض ما بيسمح. وضعه الأمني ما بيسمح التأجيل، بعدك عم بلاك. رح باعي، بس تصرف شي على مسؤوليتك. لك حبيبي بعدي خلصني. تفضل. ممكن تشيله الكمامة عن تمه إذا ما فيها خطر على حياته؟ إيه بس مو أكثر من 5 دقائق، لأنه بحاجة الأكسجين باستمرار. طيب ماشي، تفضل. ممكن تنتظرنا برا إذا سمحت؟ يا أخ يا أخ يا معلم بالسلامة إن شاء الله بالسلامة. هالمخطط هالمخطط هاد تعرفوا شي؟ هاد المخطط، هاي الخريطة يا أخ. لف لعندي شوي وتفرج على المخطط هاد. أنو خريطة؟ هالخريطة هاي اللي كانت بجيبتك يوم الحادثة. أنو حادثة؟ لك شلون أنو حادثة؟ الحادثة اللي ألف فيها الميكرو وجابوك لهون. أنو ميكرو؟ أمنتوا بالله على هالنهار. لك الخريطة هاي شو بنا؟ طلع فيها منيح. ايه عرفتها. شو بها؟ خريطة شو هاي؟ هذا مخطط مو خريطة. مخطط؟ مخطط ايش؟ هذا مخطط سيري اليومي، يعني يعني من كتر ما عم يلحقوني الديانة الخضرجي واللحام والسمان وصاحب البيت ومدري مين كمان، رسمت هالمخطط هاد لامشي عليه واهرب من دون ما صادف حدا منهم بوشي. ها. شو هالحكي هاد؟ معقول؟ العم شلون ما خطط على بالنا هاي؟ هلا انت عم تحكي جد ولا عم تمزح؟ معقولة امزح وانا بهالوضع؟ معقولة قابل وش ربي سبحانه وتعالى وانا عم بتمسخر؟ بس دخيل عينك طمني، يا ترى كمشت الشوفير؟ انا شوفير؟ الشوفير يلي عامل الحادثة. هاي مو من اختصاصنا، نحن اختصاصنا شغلات اكبر من هيك بكتير. ما احلانا والله وعم نلحق شوفير ومومير. يلا معافى، السلام عليكم. تفضل. احترامي سيدي. اهلين رقيب حسان، طمني شو صار معكم بباص الموظفين اللي قلب قبل ساعتين؟ كله تمام سيدي، ونقلنا كل المصابين على المستشفى. منيح، الله يعطيكم العافية. بس سيدي، ونحن عم نفتش جيوب المصابين لفت نظرنا انه لقينا خرائط اشكال الوان. شوف سيدي شوف، كل خريطة شكل وكل خريطة لون. لا تخاف، ما في شيء بيخوف. وهي انا كمان رسمت هيك خريطة. شوف. وانت كمان يا رقيب حسان لازمك هيك خريطة لحتى تمشي عليها. وانا بظن انه كل مواطن شريف بهالبلد لازمه هيك خريطة.